مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من ممكن. بتقدم بخالص العزاء لكل المصريين في استشهاد عدد من جنودنا البواسل اليوم في عمليه ارهاب غادره، ارهاب قرر ان يغتال كل شيء طيب في هذا البلد، ارهاب لا يعرف، هو ضد المحبه وضد الاستقرار وضد مصر وضد المصريين. وبهذه المناسبه اصدر مجلس اداره قنوات سي بي سي بيانا يؤكد فيه تعازيه واصراره على مواصله مواجهه الارهاب الاسود، كما اعلن اعلان الحداد بدءا من اليوم. مش هتشوفوا عندنا اعلانات من النهارده لحد يوم السبت. كمان بنعتذر لجمهورنا عن إذاعة برنامج ستار أكاديمي اللي موعده غدا، هيكون بإذن الله يوم السبت القادم. احنا لسنا بعيدا عن هذا الشعب العظيم، مجلس الإدارة يواسي هذا الشعب ويؤازر قواته المسلحة. طيب، الإخوان فرحانين قوي، الإخوان في على مواقع الفيسبوك وعلى تويتر بيهللوا وكأن المسألة مش بإيدهم. سيبكوا من الكلام عن غانا وغانا في القلب وغانا هي الوطن وحاجات كده سخيف ملوش معنى، لكن انا عايز اتناقش مع حضراتكم فيما يحدث. احنا نتعرض لعمليات ارهاب، بقى عندنا عربيات مفخخة، عمليات قاسية جدا. النهاردة فقدنا 11 جندي من قواتنا المسلحة كانوا بيستقلوا اتوبيس وهم نازلين الاجازة. خليني اخد الشق الأول في عملية التأمين. أنا داخلي ألم ومرارة لأن احنا متوقعين مثل هذه العمليات، وسينا أرض حرب الآن وإحنا مستهدفين. كيف يمكن لجنود أن نتركهم يركبوا أتوبيس مكتوب عليه هيئة القوات المسلحة؟ إزاي ما يبقاش عندنا أتوبيسات مصفحة للتحرك في هذه المنطقة الخطرة وإحنا متوقعين أن ده كله يحصل؟ احنا لازم نفكر بطريقة تانية. قواتنا المسلحة لديها امكانيات وبتصنع، وعندنا وزارة الانتاج الحربي، يعني عندنا امكانيات. القوات المسلحة اللي كانوا بينتقدوا ان لديها وضع اقتصادي خاص او بتنتج، عليها كمان انها تستغل ده في حماية ابنائها، في حماية جنودنا ولادنا. احنا عارفين ان الحرب قذرة وحرب غير شريفة مع عدو غير شريف، لكن ايضا احنا علينا ان احنا نحمي اللي انتوا شايفينه ده محاكاة للحادث، احنا عاملينها زملائي في التقارير عاملينها، هتشوفوا بس تخيل الحادث حصل ازاي. المحاكاة دي اللي عاملاها القوات المسلحة، انا اسف كده، العربية مفخخة وجت جنب الاتوبيس زي ما انتوا شفتوا كده بالظبط. طبعا هتقول لي مهما عملت من اجراءات امن هيبقى صعب جدا ان حد داخل يموت، حد رايح يموت نفسه. اللي رايح يموت نفسه ده الحمد لله ان كان في اتوبيسات تانية ربنا نجاهم ونجى ولادنا من هذه الايادي الغاشمة السودة، اصحاب القلوب السودة. لكن كمان عربية جاية بالشكل ده وجاية تقف هنا، لازم اقلق. المناطق دي ما عادش فيها امان. احنا بنتعامل مع ناس قلوبها ميتة، لازم يكون عندي احتياطات امنية، ولازم يبقى قدامهم عربية كاملة، لازم اوقف الطريق. مش عربية جاية بالشكل ده وماشي وتيجي تقف كده. انا مش عايز اقول ان هذا جزء من التقصير، انا هقول انه جزء من الضغوط التي تواجهها قواتنا المسلحة ووزارة الداخلية في مواجهة ارهاب. اذا كان حد فاهم ان احنا هنستطيع، مفيش دولة في العالم تستطيع ان تمنع ارهابا اذا كان في ناس بهذه الغشاوة اللي على قلوبهم وعلى عيونهم، لا تتوقعوا اطلاقا انك هتقدر تمنع الجريمة تماما. كنت بناقش حد في وفاة الشهيد محمد مبروك وبقول ليه مفيش حراسة معاه. احد الاصدقاء من اللي بيعملوا في الداخلية قال لي يعني انت متخيل هنعمل ايه؟ هنعمل نص الشرطة لحماية نص الشرطة؟ احنا بننزل كلنا بنقول لعيالنا لا اله الا الله، وبنبقى واكلين مش عارفين احنا راجعين ولا مش راجعين تاني. يعني ما هو واحد طيب هنغير بيوتنا؟ كلنا هنغير بيوتنا؟ ضباط الامن الوطني هيغيروا بيوتهم؟ طيب العمل دي جماعة أنصار بيت المقدس، وهكلمكم على جماعة أنصار بيت المقدس وتاريخها. هذه الجماعة التي ظهرت بعد الثورة المصرية، لم يكن لها تاريخ. هذه الجماعة ظهرت في سيناء، يقال أنها تضم عناصر من فلسطين ومن بدو سيناء.
الجماعة دي أول مرة يعلن عنها عندما أعلنت عن تفجير خط الغاز من شهر ديسمبر 2012 تقريبا أو 2011، وبدأت عمليات تفجير الغاز من هذه الجماعة باسم الإسلام. ظلت هذه الجماعة تمارس عملياتها طوال فترة وجود المجلس العسكري، توقفت تماما منذ تولي الرئيس السابق محمد مرسي الحكم. في اللحظة اللي تولى فيها الحكم ما عادش فيه تفجيرات غاز. هذه الجماعة جاية منين؟ ايه اللي وراها؟ الله أعلم. مين فكر الجماعة؟ فكر يرتبط بالقاعدة. شكل العمليات كانت أول عملية كبيرة ترتكبها هي العملية التي تمت بمحاولة المحاولة الفاشلة لاغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم. تاني عملية ارتكبتها كانت هي المقدم محمد مبروك. دي تالت عملية بترتكبها، عملية كبيرة منظمة واضحة هما بيعملوا ايه. طيب الاخوان هيقولك مش احنا ملناش دعوة، دي جماعة جهادية تكفيرية. هي الجماعة الجهادية التكفيرية دي موجودة في مصر من امتى؟ طب موجودة فين؟ طب مين اللي موفر لها الداتا؟ يعني اكيد التكفيريين دول مش عايشين في القاهرة ومش عندهمش معلومات عن التحركات وقاعدين بينا، واحنا عارفين ان الاخوان عندما تولوا الحكم استطاعوا أن يكون لهم ناس في كل حتة، ولا أستبعد وجودهم داخل جهاز الأمن الوطني نفسه، ولا أستبعد وجودهم داخل الداخلية نفسها. مين اللي بيوفر المعلومات لجماعة إرهابية وبيديها لها عن ضابط بعنوانه باسمه السري بتحركاته؟ مين هذا الشهيد الله يرحمه ويحسن إليه ويصبر أهله؟ مين اللي هيوفر معلومات عن ضابط يقال والمعلومات بتقول أنه هو بطل كشف قضية تخابر مرسي؟ جريدة المصري اليوم نشر بكرة لأول مرة بتقول عن تسجيلات قام بها هذا الشهيد محمد مبروك، تجمع مكالمة ما بين محمد مرسي والظواهري قائد تنظيم القاعدة، بيقول له فيها، لو عندكم المنشطة يا جماعة وروني بتاع المصري اليوم، بيقول له فيها ان انا بلغت حماس بالاوضاع في غزة. مصر اليوم لما يبقى عندها ده يبقى جاي لها معلومات، في معلومات متوفرة وهنحاول نفهم المعلومات، بس خلونا نربط الاول. لما يبقى في مكالمة ما بين محمد مرسي والظواهري على فرض الدقة والصحة، وزميلي احمد شلبي زميلي الكاتب الصحفي في مصر اليوم هيأكد ده وهيشرحه لنا دلوقتي، يعني في تواصل ما بين القاعدة وما بين حماس وما بين محمد مرسي. ثم يطلع الضابط اللي ضابط قضية التخابر واللي مسؤول عن كشف مرسي في السجن واللي ماسك ملف الإخوان في الأمن الوطني هو اللي يتقتل، يبقى الإخوان ما لهمش دعوة ازاي؟ كيف يمكن تخيل ان الاخوان ما لهمش علاقه بعمليات الارهاب؟ ارجعوا تاني للبلتاجي، وانا عارف ان انتوا زهقتوا من الجمله دي، ستوقف ما يحدث في سيناء فور عوده محمد مرسي. دي كانت كلمه الدكتور محمد البلتاجي المسجون على ذمه عدد من القضايا الان. هل يمكن تخيل او فصل الاخوان وما يفعلونه وما يتردد ان هم مشوا قدام بيت هذا الضابط قبل تنفيذ العمليه في نفس اليوم في مظاهراتهم وكانوا بينادوا عليه وبيقولوا له مع السلامة؟ الله أعلم، دي معلومات متناثرة لا أستطيع التأكد منها. لكن لما تجمع الأشياء مع بعضها وتقول علاقة الضابط بمحمد مرسي، طب الجماعات التكفيرية كانت بتكفر محمد مرسي، وتقول لك اللي منفس وأقام شرع الله فهو كافر. كيف يمكن لجماعة تكفيرية لا نعلم عنها شيء لم تظهر إلا بعد الثورة، حتما هناك علاقات بينها وبين من أفرج عنهم أو من سمح لهم الرئيس السابق محمد مرسي بالعودة من الخارج والبقاء في سيناء؟ احنا قدام تركيبة لا نستطيع فصلها. دولة تواجه مثل هذا الإرهاب تتصرف ازاي؟ خلوني الأول أخذ زميلي الأستاذ أحمد شلبي من مصر اليوم. مساء الخير يا أستاذ أحمد. أهلا بيك أستاذ أحمد، بحييك على الانفراد اللي انت عامله النهاردة في مصر اليوم، لكن هل يمكن أن تشرح للسادة المشاهدين ماذا جاء في انفرادك؟ خليني بس قبل ما اشرح للناس على الانفراد اللي احنا عاملينه بكرة في مصر اليوم، لازم اقدم اعتذار لاني دايما بشعر كل يوم من بعد الضابط الشهيد محمد مبروك متقتل، انا قد اكون ان انا يعني
ان انا يعني ساعدت بعض المتهمين ان هم يوصلوا له. المجرمين. انا واحد من الصحفيين اللي كنت بتصادق في الجرايد ان احنا بننشر نصوص التحقيقات القضايا اللي كانت بتعدلها امن الدوله او الامن الوطني في الفتره الاخيره. انا واحد من الصحفيين اللي نشرت نصوص التحقيقات وفيها اسماء هؤلاء الضباط الشرفاء. لازم اعتذر على الهواء ان انا واحد من الناس دولت ان انا قد ارتكبت مثل هذا الخطا، ولكن بحسن نيه بحيي شجاعتك لاننا كلنا ممكن نقع في خطا زي ده في وقت انت بتنقل تحقيقات مباشره. دي تحقيقات اهي مبروك كشف السي دي لمحادثه بين مرسي والظواهري، ده اللي نازل بكره، وانت نشرت تحقيقات النيابه قبل كده بالاسماء كما هي. دورنا احيانا ان احنا ناخد بالنا ان هناك متربصين ومجرمين مستنيين حاجه زي دي. بالظبط. بدعو كل زمايل الصحفيين ارجوكم ان انتوا ما تقعوش بنفس الغلط اللي قد ممكن اكون وقعت فيه، ان احنا ما ننشرش اي اسماء ولا ضباط ولا شهود في اي قضيه زي كده، عشان ما نكونش ان احنا نساعد معلومه ممكن تكون تضر هؤلاء الاشخاص. اما فيما يتعلق بالمنشور بكره في مصر اليوم، حسب المصادر الامنيه اللي اكدت لنا ومصادر اخرى قضائيه، اكدت انه منذ اسبوعين تقريبا المستشار قاضي التحقيق الذي يتولى التحقيق في قضيه التخابر المتهم فيها الدكتور مرسي المعزول، الرئيس المعزول، وعدد من قيادات الاخوان، منذ اسبوعين تقريبا جمع الضابط الشهيد محمد مبروك معلومات عن وجود محادثات بين الرئيس السابق محمد مرسي وأيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة. المصادر لم تؤكد إن كانت هذه المحادثات والمكالمات التي دارت بينهما دارت وقت أن كان مرسي في قصر الاتحادية رئيسا، أم قبل توليه الرئاسة، أو بعد عزله من الرئاسة. ما توصلنا إليه من المصادر الأمنية والتي أكدتها أيضا المصادر القضائية أن تلك المحادثات موجودة على سيدهاية، وكانت بحوزة الضابط الشهيد، وكان يعتزم أن يقدمها إلى قاضي التحقيق ضمن مذكرة. يعني كانت معاه في العربية أثناء ضربه؟ لا، معرفش كانت معاه في العربية ولا لا، لكن هي أكيد في مكتبه يعني في شغله. بالضبط. هذه المعلومات تؤكد ان الضابط حصل على تسجيل يؤكد ان المحادثه التي جرت بين، انا اسف يا احمد، بس دي صوره الراحل الشهيد محمد مبروك اثناء القبض على خيرت الشاطر، عشان تعرفوا اهميه هذا الرجل، انه كان في جرائم كتير وفي القبض على متهمين كتر كان هو اللي وراها. اتفضل يا فندم. المحادثة دي جرى فيها تفاصيل حسب معرفنا لنا ان كان مرسي بيبلغ ايمن الظواهري ان هو اتصل بعدد من عناصر حماس وبلغهم ببعض المعلومات الامنية عن منطقة سيناء. ما عندناش معلومات اكتر من كده، ما عنديش معلومة ان كانت هذه المحادثة كانت يعني بشكل رسمي ولا لا. المهم او اللي بتأكده الاتحاد ان في محادثات جرت بين مرسي و طبعا عارف ان لا يمكن يكون في شكل رسمي بين زعيم تنظيم ارهابي ورئيس دولة. لا، ما هو يعني احنا في عصر الاتحاديه ما كناش بنعرف ايه اللي كان بيحصل. مرسي لما كان في عصر الاتحاديه ما نعرفش ايه اللي كان بيحصل، يعني كنا عارفين ان خيرت الشاطر بيجتمع بيه جوه قصر الرئاسه، وده حاجه غير شرعيه. علاقه خيرت الشاطر بعصر الاتحاديه، علاقه خيرت الشاطر بامن الدوله، علاقه محمد البلتاجي بوزاره الداخليه، علاقه ايمن هدود ان هو راح يجتمع برئيس جهاز الامن الوطني في مدينه نصر. في حاجات كتيره قوي كانت بتحصل لو مرسي موجود في الاتحاديه، كانت غير شرعيه وغير مفهومه بالمره. كل ما عاوز اكده ان التحقيقات، ما اقدرش اقول ان ده سبب اغتياله ولا لا، بس الناس لازم تفهم ان الراجل الشهيد ده كان معلومات، كان معاه معلومات خطيره تدين وتؤكد تورط محمد مرسي في التخابر مع حركات وتنظيمات ارهابيه كانت بحوزه هذا الضابط. اتقتل بسبب دي ولا لا، دي الناس تفهمها، واكيد التحقيقات ممكن توصلنا ليها ولا لا. نعم. بشكرك جدا يا احمد. انفراد بيكشف لنا مره اخرى احنا فين. احنا قدام تنظيم ارهابي، وما هينفعش نفضل مخبيين دقننا طول الوقت. بصوا بقى، لا تبقى المسائل محدده وواضحه، لا اللي قاعد يحكمنا دلوقتي يروح. لما تبقى قطر بتلعب عندي وتقدم من امبارح تقرير تقصي حقائق من شهر 12 في عهد مرسي ولم يتم العمل به اذا كان حقيقي،
في محاولة للإيحاء يوم محمد محمود إن الجيش المصري كان بيضرب عربيات الإسعاف يموتها، في وقت الجيش المصري ما كانش موجود داخل ميدان التحرير، وعربيات الإسعاف المتظاهرين هم اللي كانوا بيفسحوا لها الطريق. أنت قدام دولة عدو، دولة عدو ما فيهاش اسم على اتنين، يبقى أنت كحكومة لازم تبقى واضح وتاخد موقف. قطر دي مش هتبقى موجودة، قطر دي لابد من قطع العلاقات معاها، تسحب سفيرك، تمنع قنواتها بالكامل. مفيش حاجة اسمها أنا مانع مباشر مصر وعندهم ترددات كتير، في حاجة اسمها دولة تحارب مصر ما ينفعش تقول لي عندك علاقات معاها، ما ينفعش تقول لي أنا حريص على العلاقات. أمال إمتى هتاخد موقف؟ هي الدولة العدو بتعمل إيه؟ لما دولة بتحاول تخرب عندي دلوقتي، أنا لا أستبعد أن تكون هناك إشارات للإرهابيين من هذه القناة، أنا لا أستبعد شيء، أنا لا أعرف من خلف هذه القناة. فإذا صمتنا وكان دورنا سلبي وحكومة مش قادرة تاخد قرار تروح، احنا عايزين حكومة جامدة، حكومة قوية، حكومة فاهمة هي بتعمل ايه، حكومة تعرف تأمن الناس، حكومة تصنف الإخوان اللي بيعملوا دول جماعة إرهابية ولا جماعة سياسية. انت عندك حكم قضائي حل الجمعية والجماعة والحزب، انت بتعمل مع الجماعة دي شايفها ايه؟ مطاطي وقاعد تنزل قواتك تتبهدل وترجع ورا وتستخبى ورا الاسوار، وهوقفهم برا وهوقفهم جوه، وكل يوم بيقع علينا واحد وكل يوم بيقع علينا 10 و20 جماعه بتحيي غانا سعيده بغانا، جماعه بتحرق علم مصر، جماعه ما بتحبش هذا الوطن، جماعه لا تعرف الا المرشد والا الجماعه والا التنظيم الدولي، جماعه تختبئ في دوله صغيره يحكمها طغاه فاسدين، دولهم فاسدة. شوفوا نظام الحكم القطري، شوفوا الاستعباد اللي في قطر، ولكن لا احد يتحدث. انتوا لامتى هتفضلوا خايفين؟ احنا مش هنسكت بعد كده، ومش هنسكت لكم، احنا عايزينكم تنجحوا وبنحاول نوفر لكم مناخ طيب، لكن ان ما كنتوش لكم قبضة حقيقية احنا حياتنا كلها مهددة، تغور حياتنا. بس البلد دي تبقى كويسة بالشكل اللي احنا شايفينه، البلد دي مش هتبقى كويسة. راعوا دماء الناس اللي بتموت، انتوا قلتوا لنا هتحاربوا الارهاب، والفريق السيسي قال انا عايز تفوض عشان احارب الارهاب، وفي ارهاب ومحتاجين حرب ومحتاجين قبضه قويه، مش من الجيش بس، من هذه الحكومه ايضا، حتى في سياستها الخارجيه. زي ما كان موقفكم واضح مع روسيا كده، لازم يكون موقفكم واضح مع دوله نكن لشعبها كل التقدير، شعب مغلوب على امره ملوش دعوه بحاجه، الشعب القطري شعب صغير اعداده عشرات الالاف، يعني اذا تجاوز مليون بعد التجنيس يبقى كويس قوي. فاذا كنت بتتكلم عن ناس طيبين، ناس مالهمش دعوه بحاجه، ناس بيشتغلوا بيعيشوا مالناش دعوه بيهم، اما حكامهم دوله الانقلابات الصامته ودوله نكران الجميل من الابناء الى الاباء، لا يجوز ان نسمح لها بان تلعب في دوله مثل مصر. ممكن تجيبوهم نلعبهم في ملعب المقاولين العرب يا دوبك، لكن في دوله زي مصر وانتوا واقفين تتلفتوا حواليكوا وتقولوا احنا سايبين الجزيره وسايبين الجزيره انترناشونال، لكن المشكله كلها في الجزيره مباشر، لا لا كاميراتهم ولا وجودهم. ولاول مره اقف موقف من اعلام، لان انا طول الوقت منحاز للاعلام، لكن هذا الاعلام يلعب دور قذر في هذا البلد. فاذا فضلتوا ساكتين كده يبقى انتوا متواطئين، انتوا في حاجه غلط عندكم، لازم تراجعوا نفسكم. الدماء اللي على الارض دي دماء طاهره، دماء مصريين، دماء جنود غلابه ولا ناس غلابه، كل واحد فيهم كان حلم عيلته، لا هتعوضه فلوس ولا هتعوضه طبطبه. خليكوا فاكرين، خليكوا فاكرين ان اللي بيموتوا دول بيعولوا عائلات وانتوا قاعدين في مكاتب مكيفه. لازم تصحوا شويه، لازم تبقى في قرارات ثوريه، لازم تشدوا حيلكوا، وكفايه هذا الانكسار وهذا الخنوع. مره اخرى باكد على بيان سي بي سي، قنوات مجلس إدارة قنوات سي بي سي، يعلن الحداد بدءا من اليوم لمدة 3 أيام بمنع أي إعلانات على قنوات سي بي سي أو برامج المنوعات أو الدراما خلال 3 أيام القادمة، ويؤكد على وقوفه مساندا لقواتنا المسلحة وللشرطة المصرية وللشعب المصري الذي خرج في 30/6 لمواجهة إرهاب الإخوان ومن معهم. قبل ما ارجع بعد الفاصل عندي باقة من الاخبار، بس هخليكم الاول تشوفوا اغنية اول مرة هتتذاع اسمها تسوى ايه.
أغنية غناها محمد كيلاني، كلمات باسم لاشين، ألحان محمد الصاوي، توزيع محمد شفيق، لأول مرة ستذاع في المصاب اللي احنا فيه. دي أغنية بتحكي عن وجع وعن ألم في كل نفس مصري بيرى إخواته بيموتوا بلا تمن لناس لا تعترف بالوطن ولا تعرف معنى الوطن، حدودهم مقر في المقطم، هذا هو قبلتهم التي يصلون إليها. خلونا نشوف الأغنية ونرجع لكم تاني. لما شغلك يبقى كله تعب وهم، ومجرمين وضرب نار وطار ودم، ترضى تاخد كام جنيه؟ لما ناس تضرب في ناس تروح تفوق، وبيشتموك بالاهل ما بترضاش ترد، قولي تسوى عندك ايه؟ تسوى ايه ان الولاد يتيموا والحبايب كل يوم يتكفنوا وانت رايح، ويا صاحبك تدفن وانت بتصلي خدمتك، والوصية في جيب شايلة في بدلتك، والشهادة بتناديك، وانت عارف ان صاحبك مش بقيلك، يا انت شايله يا انت مستنيه يشيلك، يا الرصاصة فيه وفيك. تسوى ايه ان الولاد يتيموا والحبايب كل يوم يتكفنوا وانت رايح، ويا صاحبك تدفن وانت بتصلي عليه؟ ترضى تموت عشان غيرك يعيش، ويقولوا لامك ما تشايد ما تزعليش، خليك يا اما وبنا ما بتتحسبش تضحيه دي بالفلوس، رجالتنا حسابها بيكون بالنفوس، بالشهاده ربنا. تسوى ايه ان الولاد يتيموا والحبايب كل يوم يتكفنوا وانت رايح، ويا صاحبك تدفن وانت بتصلي عليه؟ استشهاد 11 جنديا وإصابة 35 في تفجير انتحاري استهدف حافلة للجنود بطريق العريش رفح بمنطقة الشيخ زويد صباح اليوم. ألقت قوات الأمن القبض على أحد العناصر المتشددة خلال حملة أمنية في منطقة جنوب الشيخ زويد، وجاري البحث عن باقي المتورطين.
أصيب 4 جنود في هجوم استهدف كمينا للشرطة بمنطقة عبود بشبرا الخيمة شمال القاهرة. ألقت قوات الأمن المتواجدة أمام مقر مشيخة الأزهر القبض على 24 طالبا من جماعة الإخوان بجامعة الأزهر حاولوا اقتحام مقر المشيخة. بدأت صباح اليوم الجلسة السرية لمحاكمة المتهمين في خلية مدينة نصر، وتشمل 26 متهما بالتخطيط لأعمال إرهابية. ارتفع عدد ضحايا اشتباكات أحداث محمد محمود أمس إلى قتيلين وفقا لهيئة الإسعاف المصرية. قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب أكتوبر تجديد حبس عاملي مزلقان دهشور 15 يوما على ذمة التحقيقات، وكانت النيابة العامة قد وجهت لهما تهما بالقتل والإصابة الخطأ على خلفية حادث تصادم القطار. عودة العمل بخط قطارات الوجه القبلي السبت المقبل بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر. الرئيس المؤقت عدلي منصور ينفي وجود نية لأي تغييرات وزارية، ويؤكد عدم اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. هيئه الاسعاف المصريه اعلنت اليوم عن وفاه الضحيه الثانيه في احداث محمد محمود بالامس، وهو لشاب يدعى عبد معبود مجدي احمد الناظر الذي اصيب بطلق خرطوش في الراس. وزاره الداخليه كانت قد اكدت ان الضحيه ينتمي الى جماعه الاخوان المسلمين، وان والده مدير مكتب القياده الاخواني حازم فاروق التي تم ضبط المرشد العام للإخوان المسلمين فيها عند القبض عليه. كانت بعض المواقع الإخوانية نفت أن يكون له علاقة بالإخوان. ليه بتنفي؟ عشان ما يتقالش أن الإخوان هم اللي كانوا موجودين، هم اللي حاولوا يعتدوا على الجامعة العربية، هم اللي حرقوا العالم، هم اللي قعدوا في ميدان التحرير بعديه. مين قتل مين؟ مين ضرب مين؟ الله أعلم. احنا عايزين نعرف. لا نتمنى ان اي حد يموت، وخالص العزاء لاهله واهل محمود عبد الحكيم، شاب عنده 23 سنة خريج هندسة، يحرقت قلب امه عليه. مين اللي قتله وقتله ليه؟ وايه اللي وداه اثناء الخناق والازمة بعد ما الناس اتفضت الساعة 8 في الموت؟ ما بتقدرش تقول لحد ايه اللي وداك وايه اللي جابك، بس كنا نتمنى الا تراق دماء بالامس. ناخد معلومات اكتر معايا سيد اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخليه للاعلام والعلاقات العامه. مساء الخير سياده اللواء. مساء النور يا استاذ خير، اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك سياده اللواء. انتوا اعلنتوا من البدايه ان عبد المعبود مجدي احمد الناظر ضحيه الامس الذي توفي اليوم ينتمي الى جماعه الاخوان المسلمين. هو حقيقه ذلك بناء على يعني المعلومات المتوافره عن والده، حتى والده عمل مداخله في قناه الجزيره المباشر وأقر ذلك الكلام كلما ذكرناه. والده يعمل مع القيادي الإخواني زي ما سألتك ذكرت، حازم فاروق، وحازم فاروق ده اللي كان المرشد مستخبي في الشقة بتاعته وتم ضبطه خلال فيه. ويعني والده ما أنكرش ذلك وأقره، يعني حتى في اتصال النهاردة مع الجزيرة المباشر في تعليقه على ذلك. وهو كان موجود، بس هو أنا يعني طبعا المواقع الإخوانية تقول البلطجية والدي الداخلية وهرتوها الساحة الداخلية. أنا عايز أوضح للرأي العام ولسيادتك حاجة، إن إصابة هذا الصبي حدثت قبل ظهور أي قوات. يعني إحنا القوات الأمنية لم تتعامل بالغاز إلا بعد أن هجم مبنى جماعة الدول العربية حوالي الساعة 4. أصيب إمتى يا سيادة اللواء؟ ألو؟ أصيب إمتى يا سيادة اللواء؟ قبل ذلك، يعني نقل المستشفى قبل ذلك. نعم. قبل التعامل الأمني بحوالي ساعتين، وكان من الساعة 12 كان هناك تراشق ما بين بعض الفصائل السياسية المنتمية لحركات ثورية مختلفة وتيارات سياسية مختلفة، وتبادلوا خلالها إطلاق العيار الخرطوش، وأدى ذلك إلى أن احنا دعمنا القوات السرية الموجودة هناك
لان احنا حرصنا على ان تكون اجراءات التامين اجراءات سريه في محيط كافه الفعاليات الثلاثه، لان هم كانوا محددين ثلاث اماكن للاحتشاد للفعاليات. مجموعه من التيارات القوى السياسيه اتخذت من ميدان عبد المنعم رياض بجوار المتحف المصري مكان، ومجموعه اخرى اتخذت من شارع محمد محمود مكان، ومجموعه ثالثه اتخذت من كوبري قصر النيل مكان. حدث بينهم من الساعه 1 تقريبا حدث بينهم مشاحنات وتراشقات وتعديات، اطلق بعضهم على خرطوش. عززنا خدمات هناك بخدمات سريه من ضباط البحث وافراد البحث، حتى تمكنوا من ضبط احدى اربع اشخاص كانوا داخلين على احد المنافذ وبحوزتهم ثلاث اسلحه ناريه وكم 12 قنبله وتسعه ال 12 قنبله دي اللي هي القنابل الاسمنتيه اللي قيل عنها، بالظبط القنابل اللي بتصنع محليا. وهذه القنابل يا استاذ خيري للاسف انتشر تصنيعها بعد ما نشر عبر النت ومواقع النت كيفيه تصنيع المتفجرات وخلافه، بيتم تصنيعها من خلال خلط مواد متفجره مع مواد اخرى مع كميه من كسر الرخام والزجاج المكسور وكميه مسامير، ولها اثار يعني تحدث دوي شديد. بالكشف عن المقبوض عليهم ومعهم هذه القنابل، هل تبين ان بعضهم اخوان؟ انا اللي عرفت انهم مجموعه اعمارهم السنيه مختلفه ومتفاوته، حتى مستوى التعليم مختلف، يعني لا يتفقون في مكان السكن ولا في العمل الوظيفي الزمان الوظيفيه ولا في الثقافه المستوى الثقافي، ولا يعني احدهم كان مقيم في كندا لفتره طويله واخر صاحب شركه توريدات واخر طالب واخر موظف في احد الشركات الخاصه، وحتى اماكن اقامتهم مختلفه في القاهره والجيزه. يعني يجري الان الفحص هذا، او احدهم من خلال فحص محل اقامته اشارت التحريات الى انه ينتمي الى جماعه الاخوان. نعم. وجري استكمال الفحص في هذا. عايز اكد بس ان هذا المصابين نقلوا للمستشفيات قبل ظهور القوات الشرطيه في التعامل. القوات الشرطيه ظهرت بعد ان تم اقتحام مبنى جماعه الدول العربيه، وهذه اول حادثه تحدث اول واقعه تحدث التعدي على مبنى جماعه الدول العربيه. خلال كافه الفعاليات اللي تمت في ميدان التحرير وما حواها وما تضمنتها من حركه من انفعالات واحداث خلال الفترات السابقه كلها منذ 25 يناير، لم يجرؤ احد على الاقدام على الاقتراب من مبنى جماعه الدول العربيه لما لها من يعني من سياده الوزير. انتوا سياده المساعد انتوا قبضتوا على كام واحد؟ احنا قبضنا في واقعه اقتحام الجامعه الدول العربيه 14 واحد. هل توصلتم لاي معلومات من كانوا يحرضهم على ذلك؟ هل يعني انت عارف حضرتك ان احنا في فور القبض بيتم تحرير المحضر اللازم واحالته للنيابه بالمده القانونيه المحدده، يجري بعد ذلك عمليات الفحص من خلال فحص محل اقامتهم وجمع المعلومات عنهم وتجري اجهزه المعلومات، هذا الان في بشانه. طيب سياده المساعد، لدي اخبار الان ان هناك اشتباكات بجوار جامعه الازهر بعد صدور قرار بتجميد العمل عمل اتحاد الطلاب، وان في اشتباكات ما بين الامن والطلاب وقطع طريق صلاح سالم، هل لدى حضرتك اي معلومات عن هذا؟ لا حتى الان لم تصل معلومات عن هذا، ولكن كان ظاهره اليوم كان هناك تحرك من مجموعه من 700 تقريبا من جامعه الازهر، تحركوا من جامعه الازهر في مدينه نصر والتقوا مع 300 من جامعه الازهر اللي موجوده في جماليه وحاولوا اقتحام مبنى مشيخة الازهر، كانت القوات موجودة وتعاملت معهم وتم تفريقهم. نعم سيادة المساعد، بس هما الان بالفعل احنا لدينا مشاهد من امام جماعة الازهر وفي المنطقة في اشتباكات بالفعل ومولوتوف والاجواء ليست طيبة، يعني نرجو ان نعود الى حضرتك مرة اخرى بعد معرفة ماذا يدور بجوار جامعة الازهر. بشكرك جدا السيد اللواء فتاح عثمان مساعد وزير الداخلية. عودة مرة أخرى، هسيبكم مع فيديو للأب المكلوم أيا كان انتمائه. أب ابنه مات، ابنه غلط، ابنه اتوجد في المكان الخطأ، ابنه عنده قناعة، ابنه حدش مع الموت، في قانون يواجه ذلك. مين الأيدي الغاشمة الجاهلة الإرهابية اللي ارتكبت هذا؟ يجب أن نعرف، احنا مش عارفين أي حاجة من يوم 25 يناير حتى الآن. أتحداكم إذا كان حد بيقول معلومة. خلونا نشوف الأب بيقول إيه. وعبد المعبود أجي حضرنا كده بعد الصلاة وخرجنا في انتظار وقفنا شوية، فالعدد كان ما كانش كفاية، قلنا خلاص هنطلع كلنا إن شاء الله هنتقابل في ميدان التحرير في ميدان طلعت حرب. رحنا طلعت حرب لقينا العدد قليل برضك، فاتجهنا بعد كده لميدان التحرير.
دخلنا جوه قعدنا شويه لحد الساعه 8 الا ربع كده، فاعتذرت له قلت له يا عبده انا دلوقتي تعبان جدا تيجي تروح دلوقتي؟ قال لا انا هكمل مع الناس مالكش دعوه بالسيبنا. يا عبد الله لا انا هكمل مع الناس. فسبته فعلا ومشيت. روحت ما فيش ساعه بالظبط كده فحسيت ان في حاجه، ووالدته قال لي انا عليه جدا، فاتصلت بزمايله قالوا ده هو لسه ماشي بقاله ربع ساعه بالظبط. اضرب عليه الموبايل مغلق. طب يا فلان ده لسه ما جاش يا حازم اتصل. قال لي مفيش موجود يا حازم مش موجود. قعدنا نلف عليه مش لاقيين فعلا، لحد ما جه خياله المغرب حوالي الساعه 12 بالليل اتصل بالاسعاف قال له احنا جت لنا حالتين وفاه، في حاله فيهم ولد عنده 18 سنه وجت في الجزيره بس مجهول الهويه، واخد طلق ناري فعلا واخد 4 خرطوش في ظهره. قال له ده هيبقى طب الشاب هو بقى يتكلم معاه ففهم ان هو ده عبد المعبود. انا ما عرفتش. فقال لي طب هتيجي معايا؟ قلت له انا العربيه مش هقدر اطلع بيها دلوقتي سيبني. انا جه في دماغي انا بكلمه ان هطلع، قلت يمكن الفلوس وقعت منه ولا حاجه، فانا هطلع اخد الطريق كله ذهاب وعوده ابص عليه. وخدت اخو محمد فعلا ورحنا نبص عليه ما لقيناهوش. رجعنا بقى البيت لقيت عبد عيري برضك ما لقيتوش. المهم فرجعنا البيت لقيت الخبر وفاته ما نوزتوش. فخلاني اتاكدت وشفته فعلا ومن شكله ومن لبسه وكل حاجه. حوالي الساعه 3 بالظبط كده لقيت موقع بديل كان منزل، كنت بنزل انا ساعتها على الفيسبوك على صفحه مجد نظر بتاعتي بنزل ان ابن سيبناه في ميدان التحرير ومش لاقينه حتى تاني هذا بدون ما اتصلوا اتصلوا بينا. فلقيت في موقع بديل منزل فيديو ان اول شهيد لمجزره محمد محمود اليوم اتزحل. بفتح كده ببص شويه فلقيت عندنا الاستاذ الصحفي الصحفي قال ده عبد معبود مش احمد سمير اللي هم جايبينه دوت. قعدت ابص على الفيديو كويس فعلا لقيته ابني عبد المعبود. البقاء الدوم لله، البقاء الدوم لله خالص العزاء. الدكتور محمد الجواد المقيم في قطر الان كان قال ان نصب التذكاري اتكلف 30 مليون امبارح، ودي كانت حاجه كوميديه جدا. نصب التذكاري اللي يعني الدكتور محمد الجوادي مؤرخ وكان صديقي على فكره، يعني انا مختلف معاه فكريا تماما الان، ما اخدش باله ان البناء الذي تم في يوم. فبالعلم لو بتبني، لو عايز تصرف 30 مليون في كام متر في حته كده مسطح على الارض تحط عليه شويه طوب وتجيب نص متر رخام وتكتب عليه وتحطه ما يكلفش 10,000 جنيه. لو انت موتت نفسك عشان تصرف في اليوم ده ما تصرفش 50,000 جنيه، ما تصرفش 100,000 جنيه. عوامل بنيه، عوامل بنى، يعني حد هيصرف 30 مليون جنيه في ساعتين اترمى فيهم الطوبتين واتعمل بيهم المنظر ده؟ الدكتور الجوادي كان قال ان الفريق السيسي دفع لاعبي غانا لكل لاعب $1,000,000. لا مليون دولار. زمايلي بيقولوا مليار دولار، لا مليون دولار. فاحنا قعدنا نحسبها لو حسب ملايين وحسبنا الفرقه 30 35 لان كله لازم يشارك يعني. طب احنا فزنا امبارح كلام فاضي قوي 2-1. كان منظرنا حلو ومشرف ونستطيع ان نفعل، امكانياتنا محدوده، لاعبتنا بعيد عن الملاعب، لكن فين الفلوس يا دكتور جوادي؟ بقول الكلام ده ليه دلوقتي؟ فين المليون دولار؟ فكره صناعه الكذب. صناعة الكذب منهج عند الإخوان. السيد حلمي قعود كاتب مقال في موقع إخوان أونلاين بيقول الكنيسة تحكم مصر. مش واقف قوي قدام المقال اللي مليان كله بالأغلاط، من إن المذيعين بتاع التلفزيون المصري كانوا بيطلعوا كل يوم قبل ما يبتدوا أي فقرة أو نشرة يقولوا السلام عليكم ورحمة الله، ولكن بعد 30/6 لان المسيحيين اصبحوا بيسيطروا على مبنى التلفزيون. مش عارف تعينوا امتى، يعني مش عارف مين اللي عين ده، ما تعينش بني ادم، بس المسيحيين ظهروا على شاشات التلفزيون المصري وفي فرق الاعداد، فخلوا الناس ما تقولش السلام عليكم ورحمه الله، بقى يطلعوا يقولوا مساء الفل، مساء الجمال، صباح الخير، ازيكم، مساكم الله بالخير، وكلها حاجات مسيحيه. المسلمين ما بيقولوش مساء الخير، المسلمين ما بيقولوش صباح الخير، المسلمين مش باش الوجه والابتسام، هو بيقول لك اهلا وسهلا، نعم السلام عليكم، ونعم صباح الخير، ونعم مساء الخير. لكن هي فكره الكذب في البناء وسيطره الكنيسه
وجايب اقوال لفلوباتير بعيدا عن فلوباتير متعصب مش متعصب القس فلوباتير، لكن جايب له اقوال نحن اللي هنعمل كل حاجه في مصر، واحنا اللي لنا حصص، واحنا اللي هناخد مجلس الشعب، واحنا اللي هنسيطر ولينا وجود في كل مكان، وكلام كده ما انزل الله به من سلطان، مش مهم برضه. وان نجيب ساويرس هو المهيمن وبيدفع للاعلام، مش اعلامه بس، الاعلام الخاص، وبينزل الصحفيين في فنادقه. اتمنى السيد حلمي قعود يقول لي ايه الفنادق بتاعته اللي بينزل فيها الصحفيين عشان نكلمه ينزلنا فيها. مش ده المهم. انا عايز اقرا لكم تعليقين بس كده من اللي بيجوا علشان تعرفوا العقليه اللي لها علاقه بالارهاب اللي بيحكم مصر الان. احتشاد 2 مليون مسلم امام سجن برج العرب كفيل بارجاع الشرعيه وفك سجن الرئيس الشرعي، يتم الاستعانه بالمحتشدين في حكم البلاد وتامين الرئيس. ادي عقليه نفس عقليه الاتحاديه، هي العقليه، هي عقليه مرسي اللي هو نزلوهم دلوقتي، مالكش دعوه اقعد خليك، انا هنزلهم، انا اللي هفض طالما الشرطه ما فضتش فيقتل. قالك على الاخوان ان يفعلوا كما، ده راي تاني، على الاخوان ان يفعلوا كما فعل اخوان السودان السيطره على الجيش وقاده الافرع والاسلحه والمش عارف ايه التقوى، قبل ذلك لا يمكن الحكم. لماذا لم يتم ذلك قبل الانقلاب؟ لا مثاليه ديمقراطيه، الديمقراطيه كلام فارغ، قانون القوه هو الفيصل، ليس ما تحمله من فكر التخلص من السيسي باي طريقه، كلام ما انزل الله به من سلطان، كله بيعكس نفوس مشحونه بالشر. التركيز على الضربات الموجعه للنظام، حرق طلمبات البنزين، استهداف المسؤولين، غير ذلك ما تفعلونه لعبه عيال لا يهتم به احد. يعني نوع من التحريض الرخيص. فين؟ بصوا المصريين اختلفوا كتير قوي واتخانقنا كتير، اول مره ترصد هذا الكم من الكراهيه التي اصبحت في النفوس. على فكره في كراهيه من الطرفين، في كراهيه ايضا لكل ما هو اخواني بشكل بشع. انا نفسي نصل الى مرحله الغضب والانتقاد والمحاكمه. الكراهيه اذا دخلت النفوس بين ابناء شعب واحد ومش عارف دول من الشعب ولا لا، اللي بيعملوه ده وحجم الكراهيه اللي بتتغرس دي هيبقى علاجها صعب قوي. يعني لازم نخاف على البلد دي. الجماعة الإسلامية تتجه الآن لخلع عصام درباله، تمرد الجماعة الإسلامية بدأ من دمياط ووصل إلى المنيا، يحولون تنصيب كرم زهدي، الدكتور كرم زهدي رئيسا لمجلس شورى الجماعة بديلا من عصام درباله. هم يرون أن الجماعة تنتهج العنف وتحض عليه وتحرض عليه الآن، وأنها عادت عن مراجعاتها التي تمت في الثمانينيات. في لقاء مصادر كشفته للبرنامج ان جمع بين اعضاء الجماعه الاسلاميه في دمياط مع الشيخ كرم زهدي، كان ده في الاسكندريه بالامس، وعرضوا عليه موقفهم. حاولنا الاتصال بافراد من تمرد او الدكتور كرم زهدي، فضلوا انهم يتكلموا بعد ان يتم الانتهاء من كل شيء. قلت لكم الجزيره امبارح عملت قدمت تقرير لجنه تقصي الحقائق اللي شكلها مرسي لاحداث محمد محمود 2011. الجديرة أزعته امبارح، ولازم نسأل نفسنا أزعته ليه؟ تمام؟ أنا آسف، هو صدر في ديسمبر 2012. ديسمبر 2012، بعدها بشهور تولى الرئيس السابق محمد مرسي الحكم. ديسمبر 2012، أنا آسف، كان مرسي في الحكم، كان بيحكم قبليها بشهور في شهر 6، أول 7 كان قاعد على كرسي الحكم. المدة دي كلها لحد ما الجزيرة الحظيرة زعت التقرير امبارح تحديدا. ليه؟ ما سألتش نفسها، خدوا بالكم لو انا اعلام وعايز دلوقتي اوجهه ضد مرسي راح اوجهه لكم ازاي؟ الرئيس مرسي تخاذل عن التحقيق في هذا التقرير. لجنة مشكلة من مستشارين وضباط ولواءات، كل اللي خدوه إدانة للجيش، محاولة الإيحاء بأن الجيش شارك في قتل المتظاهرين مع الشرطة. ده التقرير، والتقرير دائما يشير ولا يجزم. لكن هم جزموا بالأمس وهم بيزعوه. أنا بقى عايز أسألهم ليه ما قلتوش وتقاعس مرسي من شهر ديسمبر 2012 حتى إزاحته عن الحكم وسقوطه في 30/6؟ ليه ما عملش حاجة؟ التقرير كان بين إيديه. ليه ما خدش إجراء؟ ليه ما حولش المتهمين للتحقيق؟ كان متواطئ ولا ضد الثوار؟
ما هو محمد محمود بقى حلو عند الاخوان دلوقتي، بتوع الكوكايين اللي قاعدين يشموا، اللي بتوع الترامادول، كل الكلام السيء اللي اتقال في المتظاهرين ايامها، كل الكلام دلوقتي سقط وبقى الجيش والشرطه هي محاوله الحظيره، حظيره قطر لاشعال فتنه في مصر، لاحداث فتنه بالامس تحديدا تجاه الجيش والشرطه، ولن يفلحوا. دوله صغيره لما كبرت بقت قناه، خليكم فاكرين ده طول الوقت. طيب، في أزمة في لجنة الخمسين بسبب قانون المحاكمات العسكرية. مساء اليوم كان في جلسة مغلقة للتصويت على مواد القوات المسلحة، الخلاف حاصل حول مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، حيث انسحب عضو لجنة الخمسين الناشط السيناوي المعروف الأستاذ مسعد أبو فجر احتجاجا على هذه المادة، انسحب من الجلسة ولم ينسحب حتى الآن من لجنة الخمسين، ولكنه قال أنه قد يحدث هذا. المقترح مقدم من اللواء مجد الدين بركات ممثل الجيش باللجنه بشان الماده 174 اللي بتقول القضاء العسكري جهه قضائيه مستقله يختص دون غيره بالفصل في كافه الجرائم المتعلقه بالقوات المسلحه وضباطها وافرادها ومن في حكمهم والجرائم المرتكبه من افراد المخابرات العامه اثناء وبسبب الخدمه. لحد كده تمام. ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على تكنات القوات المسلحة أو منشأتها العسكرية أو معسكراتها أو ما في حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد. كل ده برضه حاجات عسكرية. اللي يروح للمنطقة دي يستحق انه يتحكم عسكريا، هيتحكم بدنيا ازاي؟ لكن اعتقد ان الازمة في اللي جاي او الجرائم المتعلقة بالتجنيد او الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها او افرادها بسبب تأدية اعمال وظائفهم وما يكلفون بها من اعمال وطنية، زي وجود ضباط في الشوارع الان او وجود جنود قوات مسلحة في الشوارع الان، فالاعتداء عليهم يتم امام محاكم عسكريه. البعض الاخر بيقول لك ما دي جريمه ارتكبها مدني على بعيدا عن منطقه عسكريه. هل وجود دبابه في الشارع، احنا في ظرف استثنائي، هل وجود دبابه في الشارع او ضابط في الشارع اذا حدث اعتداء عليه وهذا مجرم والقانون العقوبات مليء بذلك، هل يجب ان يحاكم عسكريا او مدنيا؟ طيب كمان الفنان محمد عبله واحد من الذين انسحبوا اعتراضا على هذه الماده، نفهم اوجه الاعتراض كانت ايه. مساء الخير يا استاذ محمد. مساء النور، اهلا بيك استاذ محمد. لماذا انسحبت اعتراضا على نص ماده المحاكمات العسكريه للمدنيين؟ لا لا انا ما انسحبتش. ما ده لسه بيبلغوني حالا، انا اسف. لا 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 انا ما انسحبتش، هو الازمه جت ان احنا كنا متخيلين او متصورين ان الماده هتبقى ممنوع او حظر محاكمه المدنيين امام المحاكم العسكريه ونقطه. نعم. اللي هي دي الازمه، لكن النص نفسه من وجهه النظر الثانيه يعتبر مناسب. لكن في مجموعه وانا منهم كنا شايفين ان النص ده مش مناسب. احنا كنا متخيلين ان هو هيبقى زي ما احنا كنا عايزينه. ولكن بما ان احنا متفقين في اللجنه ان احنا هنتوافق فخلاص ده راي الاغلبيه. يعني حضرتك اعترضت لكن ما انت شايفه ما هو السيء قوي. لا لا انا بص هقول لحضرتك على حاجه. احنا ما بنكتبش دستور عشان نرضي اصحابنا وحبايبنا. تمام. احنا بنكتب دستور لكل الناس. نعم. والاعضاء اللجنه كلهم بيشتغلوا على اساس ان احنا عاوزين نلبي كل الاحتياجات بتاعه المصريين اللي هم مختلفين، ما هماش كلهم عايزين حاجه واحده. فانا اعترضت على ان انا كنت متصور ان انا عايز اللي انا كنت عايزه ان هو ممنوع او حظر محاكمه المدنيين امام المحاكم العسكريه ونقطه بس كده. لكن الماده بقت طويله اكتر من اللازم، فده الاعتراض. لكن انا ملتزم براي الاغلبيه والتصويت يعني كده في جزء من الحل. بس برضو عايز استوضح من حضرتك استاذ محمد، يعني حضرتك بترى حتى رغم انك ديمقراطي جدا وقابل راي الاغلبيه، بترى ان حتى لو مواطن مدني
اعتدى على منشأة عسكرية ما أو على الحدود يجب أن يحاكم مدنيا أيضا؟ هقول لحضرتك على حاجة. اتفضل. احنا لازم نفرق بين الظرف الخاص واستمرارية هذا الظرف. نعم. مصر في يجب ان احنا كنا نفكر ان هي في طريقها ان يكون دولة ديمقراطية بيحكمها القانون العادي اللي هو بيسير الحياة في كل مناحيها. لكن ممكن ان احنا نعتبر ان ده ظرف استثنائي وكنت اتمنى ان يكون هذا النص نص انتقالي ولفترة محددة. انا ده كان هيرضيني اكتر. لكن انا مش مع ان احنا نترك اي ارهابي يعتدي على منشأة او على او على او او على جندي او على ضابط او على مركبة. انا ضد ده، ولكن انا ضد ان يكون هذا الوضع دائم، لان نعم. مصر مش هتفضل في حالة الارهاب الى الابد. والدستور نعم. ده ما بيتكتبش عشان النهاردة وبكرة. صحيح. ده بيتكتب عشان المستقبل. هذا هو اعتراضي الوحيد، ولكن انا ديمقراطي ومع الاغلبية. بشكرك جدا فنان الجميل محمد عبلة. النص ايضا النص السابق كان فيه اختصار اكتر، ويحدد القانون تلك الجرائم بين اختصاصات القضاء العسكري واعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات لاعضاء السلطة القضائية. خلونا نسمع وجهة نظر اخرى من السيد اللواء سيد هاشم المدعي العسكري السابق. مساء الخير سيادة اللواء. مساء الخير يا استاذ خيري لحضرتك وللساده المستمعين. اهلا يا فندم بحضرتك. سياده اللواء، كيف ترى النص الذي عليه خلاف الان في لجنه الخمسين، وان كان الاغلبيه قد صوتت بالموافقه عليه؟ والله يا استاذ خيري انا كنت اتمنى ان احنا نتبع حرفيه الصياغه فيما يتعلق بنص في الدستور. نعم. ذلك ان الفرق في نص الدستور عن الفرق في القانون الذي يجرم ويعاقب فرق جوهره أن الدستور يتضمن القاعدة العامة، ثم يأتي القانون فيفصل هذه القاعدة العامة. ولكن الجدل الطويل والمرير الذي دار حول محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية حتى بات أحد مطالب الثوار في ميدان التحرير في بداية قيام الثورة، كان لهذا القول الشديد والصوت العالي كان له تأثير فيما انتهى إليه في هذه المرة. حتى إني أنا أتفق معك تماما فيما ذكرته منذ دقائق من أن النص القديم الذي أتى به الدستور السابق وإن كان وضع على أيد عليها شبهة أن لها ميول إخوانية، إلا أنه من ناحية حرفية الصياغة هو نص أكثر دقة. نعم. ويبدأ النص فيما يعنينا حول محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أو أمام القضاء العسكري بأنه لا تجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري أو أمام المحاكم العسكرية إلا فيه. إذن فأتى بنص يحرم أو يمنع أو يحظر، ثم أتى باستثناء. بات هذا نقلة في تاريخ النص. إذا نعم. رجعنا إلى التاريخ وسبب هذا اللغط الكثير الذي صار، نتبين أن هناك كان توسع في قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 66 تجلى في المادة السادسة التي جعلت لرئيس الجمهورية أن يحيل كافة جرائم القانون، جرائم الاعتداء على أمن الدولة في الداخل والخارج الموجودة كمجموعة أبواب قانون العقوبات إلى القضاء العسكري، ثم أنه إذا ما أعلنت حالة الطوارئ جاز لرئيس الجمهورية أن يحيل كافة الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها إلى القضاء العسكري. أدى هذا إلى توسع في الإحالة، وطبعا التوسع في الإحالة نحن أمام قانون النواحي الإجرائية فيها حتى ملتبسة بالنسبة للناس. هذا ليس هو القانون العام، هذا قانون خاص وضع لاعتبارات خاصة ولظروف خاصة. باتت هذه المقاومة مشروعة إلى حد ما، ولكن أنك أنت تنص في نهاية الأمر على سرد الحالات التي تحاكم أمام القضاء العسكري، ده مش مجال الدستور. نعم. نحن أخطأنا في صحيح. هذا النص، وكنت أفضل العودة إلى النص القديم. في نهاية الأمر
القضاء العسكري لا ينتفع ولا يرتزق بزيادة اختصاصه الولائي بأي صورة من الصور. نعم. القضاء العسكري يعمل لحماية مصلحة جوهرية تتعلق بالقوات المسلحة وتتعلق بحماية. لما أتكلم يا أستاذ خيري عن جريمة مثلا إزاعة أسرار عسكرية، هنا نحن أمام خطورة، أمام مصلحة جوهرية، ده أمن قومي. داخل بيت القوات المسلحة هذا الاختصاص وطرح هذا الأمر. أنا في نهاية الأمر مع الأستاذ محمد عبلة في أن الفكر الديمقراطي الذي يجب أن يسود هو أن التوافق الوطني والأغلبية هي التي تحكم هذا النص. سنبتلع هذا النص بعيوبه على أن أعتقد أن أي دستور مهما طال به الزمن فمآله إلى تعديل. وأظن أننا في فترة يصعب فيها توافق وطني، كل الناس في حال شك في حال التربص. النهاردة حين ننجو باتفاق حتى لو أتى على خلاف أسلوب الصياغة فهو مقبول من وجهة نظري حتى يكون هناك تعديل، فنعود إلى حسن الصياغة في التفرقة ما بين الدستور والقانون. بشكر حضرتك جدا السيد اللواء سيد هاشم المدعي العسكري السابق. عايز أقول لكم عندي إيه النهاردة بقى؟ عندي حلقة خاصة كده مليانة. معايا الأول المحترم دكتور هاني محمود وزير التنمية الإدارية. لما بنقول وزير التنمية الإدارية يعني إيه؟ يعني إدارة الدولة، إدارة موظفي الدولة بتنمي هذه الإدارة. هل إحنا عندنا تنمية؟ هل عندي موظف ذكي؟ عندي حكومة، الحكومة الناجحة تعتمد على موظف ناجح. أنا عندي موظف ناجح، هذه الوزارة دورها إنها تصنع هذا الموظف الناجح، هذه الحكومة دورها، هذه الوزارة دورها إنها تساعدني في إني آخد حقي، يصل الدعم إلى مستحقي ببطاقة ذكية، هذه الوزارة دورها إن أنا أعرف أروح آخد التموين بتاعي بشكل محترم وأنا أستحق مش أي حد تاني، هذه الوزارة دورها إن أنا أعرف أصوت في الانتخابات وأخد حقي دون تزوير للقوائم ولا تزوير للكشوف والأسماء. عندي أسئلة كتير قوي للدكتور هاني محمود النهاردة هنتناقش في شكل الحكومة بتاعتنا. احنا فعلا عندنا الحكومة دي واعية وقايمين بدور علشان ننمي هذا الموظف، علشان نقدم خدمات للمواطنين، علشان هنبتدي امتى صرف البنزين بالبطائق الذكية؟ وليه ما تبقاش بطاقة واحدة بطاقة الرقم القومي؟ ليه ما تبقاش بطاقة الرقم القومي دي هي اللي بصوت بها في الانتخابات، هي اللي باخد بها التموين، هي اللي بفول بها البنزين، هي اللي بعمل بها كل حاجة؟ ليه؟ وهيحصل ازاي؟ ايه اللي حصل مع موظفين الدولة العميقة اللي محدش عارف يخترقها دي؟ ازاي هتتطور؟ ازاي هنفصل ويبقى التعامل عن بعد ما بين المواطن وما بين الموظف؟ لان التماس هو بداية الفساد. لا عايز اشوفه ولا يشوفني، انا عايز ادخل اعمل كده اخلص اجراءاتي وادفع وامشي. هل ده ممكن يحصل؟ الوزير بيقول انه ممكن، هنشوف. اما الفقرة الثانية فحيكون معايا ضيفين عزين، الأستاذ الدكتور هاني سري الدين أستاذ القانون بجامعة القاهرة رئيس هيئة سوق المال الأسبق والسياسي الكبير. هنتكلم عن قانون محاسبة الوزراء لمنع الفساد وحماية المسؤولين. كل شيء يقول لك قانون لحسن النية، قانون لمواجهة الفساد، قانون لمحاسبة الوزراء. ده مخلي أنا أعرف 90% من الوزراء ما بيمضوش قرار دلوقتي ولا هيمضوه بعدين، وبتروح تقول له حقي يقول لك بص انا هنزل الشارع انا هعمل، لكن تقول لي ورق وامضي اجدع مني ودخل السجن، انا مش هدخل. طب ليه يا عم تدخل السجن؟ قال لك عايزين قانون. طب القانون ده اذا كانت القوانين الوضعيه مش كفايه، ما تعمل تسهيل وتيسير والامور تبقى واضحه. انت ليه عندك لبس طول الوقت؟ ليه الوزير يدخل السجن اذا كان حرامي، اذا كان فاسد؟ لكن اذا كان ممكن ياخد قرارات حسب تقديره انها صح وتطلع غلط، ده وارد في اي حته في الدنيا. هو ده اللي هنناقشه النهارده. هيكون معايا كمان الاستاذ طارق عبد العزيز المحامي بالنقد. الدكتور هاني سري الدين رافض هذا القانون، الاستاذ طارق عبد العزيز المحامي يرى ويؤيد هذا القانون. هنحاول نفهم وجهتي النظر. في النهايه احنا بنتحرك صح، جايز نتحرك ببطء، جايز بندخل حواري جانبيه، جايز ماشيين تاتا تاتا علشان اللبن مضروب، لكن ربما نكون ماشيين للصح. هسيبكم الآن مع فيلر عن
النيل لكل المصريين ممكن. فيلر كنا بنعمله لكم زمان عن كل حاجة بنتمنى انها تكون حلوة في هذا البلد. زميلي وليد فريد عامل هذا الفيلر، هسيبكم تشوفوه ونطلع فاصل واستقبل ضيف العزيز الدكتور هاني محمود وزير التنمية الإدارية. شعور لا يمكن أن تقاومه، سواء أكنت في العمل أم في الشارع، فإذا صرخت البطون فلا بد أن تلبي نداءها في الحين. وحسب الميزانية يتحدد مكان الوجبة. السلام عليكم. عايزة 2 فول و2 طعمية و1 مخلل. 4.5. انا ممكن مثلا طعميه وفول وبطاطس، دول مثلا 3.5. ممكن ادفع 3 جنيه 4 جنيه 5 جنيه اقصى حاجه يعني. لو سندوتشات كل واحد ياكل 3 شقات مثلا، ممكن يشرب كوبايه شاي حاجه ساقعه. نهار ما نتغدى انا وعيالي كده 20 جنيه. اللي واكل الفول بيبان بالذات الظهر في الزحمه دي، زيلي في الزحمه كده اللي واكل فول. الميزانيه يكون على بعضها 20 30 جنيه بس. السندوتش بجنيه، الفول او الطعميه، اي حاجه تانية سواء بطاطس سواء بابا غنوج بتنجان، الكلام ده كله بجنيه ونص على حسب ما ياكل بيدفع. 5 جنيهات هي متوسط سعر وجبه الفول والطعميه للفرد الواحد لتغذيه بدنه، ولكن ماذا لو بحث الانسان عن تغذيه عقله؟ هل يمكن ان يجد المعرفه بميزانيه الاكل نفسها؟ هذا ما توفره الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث تهتم بتقديم سلاسل مختلفة من الكتب بأسعار رمزية. الكتب في الهيئة العامة لقصور الثقافة بتبدأ من جنيه لستة جنيه. عندنا تولستوي 4 أجزاء، الجزء ما يقلش عن 450 صفحة بخمسة جنيه الجزء، مجموعة كلها تقدر تحصل عليها بعشرين جنيه. عندنا حروف كتابة بتبدأ من 2 جنيه بالضبط الكتاب. نزلنا مؤخرا كتاب تاريخ سيناء داخل على 900 صفحة، نزل ب10 جنيه، ده يعتبر أغلى كتاب نزل عندنا. الكتاب بيعيش مقارنة بكل الإصدارات اللي حوالينا، إنه إخراجه جيد والطبعة جيدة والغلاف جيد، واحنا بنسعى ان العمل بتاعنا يكون عمل جيد، لان انا ما ببيعلوش الكتاب عشان يقراه النهارده ويركنه، انا بديله يقتني مكتبه. هذه الاسعار المدعومه من الهيئه العامه لقصور الثقافه تبدو مشجعه للجمهور على شراء ما تشتهيه عقولهم من ذخائر الكتب. والله هو الكتاب هنا 8 سندوتش، يعني سندوتش فول وطعميه، يعني السندوتش بجنيه ونص، يعني سندوتشين ب3 جنيه. الكتاب ب3 جنيه هنا، الواحد ما بيفكرش يعني ما بيحطش ميزانية للموضوع ده على طول، يعني باخد القرار ان انا باجي وبشتري. هذا القارئ هو واحد من قليلين ممن حضروا الى المكتبة في خلال 3 ساعات، هي مدة وجودنا بهذا الفرع بقصر العيني بوسط البلد لإعداد هذا التقرير، وهو ما يثير سؤالا ملحا عن مدى تحقيق الهيئة العامة لقصور الثقافة غايتها من هذا المشروع. احنا بنعرض الكتب بتاعتنا في كل المنتديات الثقافية وفي المعرض الدولي للكتاب، ومن خلال قصور الثقافة دلوقتي بدأنا في توزيع لغاية اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي 12 محافظة بدأنا نعمل فيها منافذ دائمة لعرض الكتاب، اللي هو الطبيعي بيوصل على مستوى الجمهورية في كل المحافظات. بنتعامل مع عدد نسخ محدد جدا بالنسبة للعنوان بتاعتنا،
من 2000 او 3000 او 5000 نسخه. بدل ما نطبع منها 5000 نسخه ممكن نطبع منها 20000 نسخه، ممكن نطبع منها 30000 نسخه، لكن احنا بتحكمنا في النهايه ميزانيه. كتابان من الهيئة العامة لقصور الثقافة أرخص ثمنا من وجبة الفول والطعمية التي تناولتها، فلم تعد الثقافة بالضرورة حكرا على الأغنياء، ولم يعد للجميع حجة في الاهتمام بتغذية العقول ولو بكتاب واحد. آلاء جويش ممكن. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، ارحب بضيفي العزيز السيد الوزير الدكتور هاني محمود وزير التنميه الاداريه. اهلا وسهلا دكتور هاني. اهلا بيك يا خالد، منورني يا مشاهدين. الله يخليك. يعني ايه وزير تنميه اداريه؟ طول عمرنا بنتعامل معاها وما وقفناش قدام يعني ايه تنميه اداريه. اداريه يعني الجهاز الاداري للدوله، فتبقى تنميته. طب ازاي يعني وظيفه وزير هذه التنميه للجهاز الاداري في الدوله ايه؟ هو الحقيقة وزارة التنمية الإدارية موجودة عشان تحقق هدف واحد بس، وهو تطوير الجهاز الحكومي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين. الوزارة دي بتيجي وتروح، بتيجي وتروح. يعني كده شوية تيجي شوية تروح، والجهاز الإداري زي ما هو. لا ما اقدرش اقول زي ما هو. الحقيقة كان الدكتور احمد درويش لفترة مسك هذه الوزارة وعمل، نعم كان عامل جهود عظيمة فيها، ويعني مش عايزين ننسى ان حصل مجهودات كبيره. النهارده التنسيق بتاع الجامعات كله بيتم اونلاين. النهارده في حاجات كتير اتعملت الفترات اللي فاتت. بطاقه الاسره اللي حضرتك كنت بتتكلم عليها قبل ما ادخل، بطاقه الاسره النهارده، كان زمان انا فاكر وانا صغير كنت بطاقه الاسره دي بتاعه التموين الحمراء اللي كلها زيت دي. النهارده 17.5 مليون بطاقه اسره مميكنه زيها زي الكريدت كارد كده، بيروح البقال يحطها في المكنه يقول له بالظبط ليك ايه ويستلمه ويخصم من الكارت. النهارده مفيش بني ادم بيروح يستلم التموين بالبطاقه القديمه اياها. ففي حاجات كتير اتعملت الحقيقه، في ميكنه كتير اتعملت في بعض الجهات. ولكن خليني اقول لحضرتك ان ال 30 سنه ان لم يكن ال 60 سنه اللي فاتوا ظلموا الجهاز الحكومي للدوله بشكل غير طبيعي. انا راجل خبرتي كلها 30 سنه في شركات عالميه. لما بشوف الجهاز الحكومي في الثلاث سنين اللي فاتوا اللي انا دخلت فيه اكثر من مكان فيه، نعم، بحس ان حصل ظلم شديد. واكبر مصيبه سابها لنا النظام القديم هو هذا النظام الحكومي او المنظومه الحكوميه اللي فيها ما يقرب من 7 مليون موظف. نعم. لم يحسن تدريبهم، لم يحسن وضع نظم عمل تساعدهم حتى على تطوير ادائهم، لم يعطيهم العائد اللي يقدر يخليهم يعيشوا. فكانت المرتبات يعني، فما حدش مركز في الوظيفه، مركز في الوظيفه الثانيه. فاكر وانا موجود في مكان ما في الحكومه بقول له واحد يعني دي وظيفتك الاساسيه مش الثانيه، قال لي انا اسف بالنسبه لحضرتك دي وظيفتي الاساسيه، بس دي بتديني 700 جنيه والوظيفه الثانيه بتجيب لي 1800 جنيه، فانا بالنسبه لي الثانيه هي ده الدخل الرئيسي بتاعك. ده الدخل الرئيسي. فكونك تقول لي ان دي وظيفتك الاساسيه بتاع الحكومه، لا ده بالنسبه لك انت. والحقيقه لن انسى هذه الجمله لان لما قعدت افكر فيها عنده حق. فهذا الجهاز اتظلم، ولكن وظلم لن تستطيع، وظلم طبعا نتيجة ان هو اتظلم ظلم. نعم. ولن تستطيع اي حكومة تيجي بخطة تنموية فعالة انها تنفذها بالتنفيذ الصح 100% من خلال هذا الجهاز، الا لازم يبقى فيه سرعة في. هل يمكن ان نقول ان هذا الجهاز هو اللي بيسمى الدولة العميقة؟ ده 100% هو ده الدولة العميقة. هو ده الدولة العميقة، هو ده الدولة العميقة. أنا عندي مثل لما بقول الحقيقة للناس، يعني زمان من 10-12 سنة دخلت جهاز حكومي وعايز أعمل حاجة معينة، فلقيت عدد ناس قاعدين كتير موظفين وأوض، فأنا مش عارف أسأل على الموضوع بتاعي فين. فجيت على أول موظف كده وقلت له أنا عايز أسأل على الموضوع الفلاني، أسأل مين؟ الرد بتاعه كان عبقري، قال لي ما تسألنيش أنا. اللي هو إيه؟ أنا آخر واحد يتسأل يعني وخلاص. قاعد عامل كده ما بيبصليش خالص، بقول له انا عايز اسال على الموضوع الفلاني، ما تسالنيش انا. دي الاجابه الوحيده، بس اجابه انت ما تعرفش تتنيها معاه. يعني لو قال لك مش يعني اي حاجه تانية هتبقى. ف زي ما انت حضرتك بتقول اتظلم وظلم، ولكن محتاج
يعني شغل كتير قوي. طيب. ولن يتغير في سنة أو الاثنين. عايز أدخل أكتر في الدولة العميقة. أيوة. أصل الدولة العميقة دي التي يمكن أن تنجح أي نظام أو تفشل أي نظام. صح. طول ما هذا النظام أو النظام الإداري اللي موجود في مصر بهذا السوق مع ضعف الرواتب مع ضعف التدريب مع ضعف التعليم مع الفساد اللي خلاص بقى جزء من نمط حياة، يبقى محكوم على أي نظام بالفشل، إما أن يكون جزءا من هذه الدولة العميقة ويسيرها وإما أن يصطدم معها فهم قادرون على إسقاطه. إيه الحل؟ يعني إيه كيف يمكن هذا التزاوج ما بين النظام ودولة عميقة في مؤسساتها وفي جهازها الإداري ككل يقبل التغيير، أنا هغيرك وخليك أحسن وأنت هتنعكس بذلك هتحميني من خلال تقديم خدمات للناس. صح. خلينا نرجع كده بسرعة بس، إيه المحاور أو إيه الخمس محاور اللي بتشتغل عليها حكومة الدكتور حازم البيبلاوي؟ إحنا عندنا محور خريطة الطريق ويبدأ بالدستور، استفتاء على الدستور، انتخابات برلمانية ثم انتخابات رئاسية. تمام. تاني محور الأمن. احنا جينا في فترة الأمن فيها طبعا ورغم كل اللي بيحصل ورغم كل المشاكل دي، لكن لو بصينا حوالينا وشفنا ليبيا بيحصل فيها وسوريا بيحصل فيها إلى حد ما في شغل بتعمل في الأمن من قبل فض رابعة لحد فض رابعة اللي بعديها، ونتمنى أن الأمور تبقى في للأحسن يعني. وبعدين جزء بتاع الاقتصاد لسه الحكومة يعني بالاتفاق مع الإمارات السفرية بتاع الدكتور حازم تم ضخ 29 مليار جنيه من الإمارات في مشاريع تنموية كلها، والحقيقة اللي يخش على السايد بتاع مجلس الوزراء 29 مليار جنيه مصري في مشاريع تنموية، يعني بيتكلم فيما يقرب من 4.5 مليار بالظبط دولار بالظبط. والحكومة قررت ان الفلوس دي كلها تروح في مشاريع تنموية من ضمنها مثلا احنا لسه حادثة القطر من ضمنها تطوير 560 مزلقان. كل نعم. المزلقانات كل ده ايه بقى من دلوقتي لحد اخر شهر 6، يعني كل المشاريع دي تنتهي في شهر 6. تنتهي في شهر 6؟ تنتهي في شهر 6. طب بيعدلنا بقى يا دكتور واحد المزلقانات. لا 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 كل حاجه طرق، يعني انا بقالي مده بسافر الساحل او سافر اسكندريه، طريق مصر اسكندريه ده واقف مفيش حاجه بتحصل فيه. كنت جاي يوم السبت من اسكندريه، الطريق شعله عمل. اللي مسافر على طريق مصر اسكندريه دلوقتي هيلاقي بنشوف الكباري والطرق فيها شغل. فطرق وكباري، صوامع قمح، مدن سكنيه بشكل يعني، والفلوس جت ابتدت تضخ في السوق. المقاولين اللي كان عندهم فلوس في الحكومه دي كانت مشكله مزمنه، ان المقاولين اللي عندهم فلوس في الحكومه كانت وصلت كذا مليار هتدفع كلها عشان ندخلهم ندخ فلوس لهم في السوق يشتغل تاني. فالجزء بتاع الاقتصاد شغالين فيه. ولو تبص حضرتك يعني الحكومه طلعت تقرير، بس احنا مش كويسين ابدا في التواصل وشرح اللي احنا بنعمله، يعني طلع تقرير كامل ايه المشاريع وهتنتهي امتى بالتوقيت وكل مشروع خد كام وكان عليه كان له كام في الموازنه الاساسيه قبل ال 29 مليار، كان له كذا واتضاف له كذا. تلاقي بقى ارقام، تلاقي المشروع الفلاني كان له نص مليار اتضاف له 2.5 مليار عشان يتحرك مره واحده وهكذا. فالاقتصاد انا اعتقد الناس في خلال الكام شهر الجايين هتلاقي فرق كبير في دوره العمل في الاقتصاد هتتحرك. بعد كده المحور الرابع العداله الاجتماعيه، واحنا عملنا دفعنا فلوس المدارس لكل التلاميذ، دفعنا فلوس المدينه الجامعيه عشان ما نثقلش على الناس، حطينا الحد الادنى والاقصى، دي حاجات كلها لسه لغايه دلوقتي الادنى والاقصى لسه ما لا خلاص 1 يناير الحد الادنى هيشتغل 1200 جنيه بقى 700 جنيه كان في وزاره الدكتور عصام شرف، والحد الاقصى اتحدد ب 42,000 لكل العاملين في الجهاز الحكومي والمحليات. وبنحط دلوقتي طريق تطبيقه، ولكن كل ده هيبدا من 1 يناير الجاي ده. اخر حاجه بقى وده اللي انا عايز اخش عليه، وهو ان احنا كل وزاره بتاسس للحكومه اللي جايه. احنا مهما كان حكومه انتقاليه بس مش عايزين نركز على الحاجات الانتقاليه فقط، ولكن عايزين ناسس عشان لما تيجي الحكومه اللي جايه اللي مش هيكون عندها وقت بقى عايزه تجري بالبلد للاستقرار والازدهار. نعم. تبقى عندها حاجات موجوده تقدر تساعد. فانا اخترت الحقيقه بالنسبه لوزاره التنميه الاداريه في هذه عمليه التاسيس للحكومه القادمه، عشان بس هنرجع للسؤال بتاع حضرتك، طب نعمل ايه بالظبط؟ يعني كل الحاجات الكويسه اللي هتتم من هنا لشهر 6 الجاي اذا لم يكن لديك جهاز اداري بالظبط واعي وعايز يساهم فيها ممكن يبوظها. بالظبط. احنا اخترنا 3 مشاريع هننفذهم وهنخلصهم كجاهزين للتطبيق وهنطبقهم على اداره او 2 او وزاره او 2 عشان الوزاره اللي تيجي بعد كده تقدر تطبق على كل حاجه. اول حاجه
عمليه الاداره بالاهداف. الموظف الحكومي ينقصه انه يبقى عنده اللي احنا بنسميه الكونتراكت، ان اول السنه يقول له مطلوب منك 1 2 3 4 وهنقسهم بالطريقه الفرنيه، واخر السنه نتفاهم على ده. انت عارف حضرتك ان 99% من موظفين الحكومه بياخدوا امتياز في التاريخ السنه. نعم. واللي بيقدم واللي بياخد جيد جدا اوتوماتيك بيروح يتظلم، لان مفيش قواعد واضحه لمحاسبه الموظف وقواعد واضحه للاداء بتاعه. فده اول مشروع، والحقيقه اليو ان دي بي احدى منظمات الامم المتحده عملت لنا فند معين، وبنشتغل دلوقتي مع بعض الخبراء على وضع بنسميه ار بي ام ريزلتس بيز مانجمنت، وده موجود في كل الشركات الناجحه، ان يبقى عندك من اول الوزير او رئيس الوزراء الحقيقه، بس من اول الوزير عنده اهداف معينه، الاهداف دي بتنزل الليفل اللي تحتيه والليفل اللي تحتيه، بحيث كل موظف في الجهاز يبقى عارف في اول السنه دوره ايه وهيتقاس ازاي. دي اساسيه لنجاح الجهاز الحكومي. تاني مشروع، احنا خدنا ثلاث مشاريع بس عشان ما نشتغلش في 100 حاجه وانتوه. تاني مشروع تجهيز الصف الثاني. احنا عملنا دلوقتي، انا عندي المعهد القومي للاداره وجبنا بعض الخبراء المصريين ووضعوا برنامج تدريبي للصف الثاني من الموظفين، يعني لاقل من 50 سنه عشان يبقى لسه قدامه فتره يقدر يدي فيها. وهنعمل في شهر فبراير اللي جاي هنختار 50 واحد من كل وزاره، هناخد 6 وزارات كتجربه، و 300 دول هيمروا خلال برنامج تدريبي قوي جدا زيه زي التدريب اللي بيتعمل في الشركات العالميه والشركات الخاصه. كويس. عشان نجرب برضو في ال 300 دول التاثير هذا التريننج عليهم، ولما يرجعوا تاني لو نجح ان شاء الله ينجح هنبدا نعممه في السنتين الجايين عشان نجهز صف تاني يبدا يتحمل المسؤوليه. وحطينا كريتيريا معينه ازاي نختار كده، يعني كتير. يعني هتبقى الترقيه مش بالادميه بالظبط، هو الترقيه على فكره دلوقتي مش بالادميه، عند ليفل معين هي، ولكن في عدد كبير من الاماكن بتمشي بالادميه لعدم وجود نظام يخليك تختار صح. نعم. فما قدامكش حل غير ما عندكش معايير جوده. والريزورس بيز مانجمنت او الاداره بالاهداف هي دي اللي هتدي لك المعايير. فيوم ما تقول لواحد لا انا هاخد فلان مش حضرتك، بتقول له على معايير معينه. يعني انا ممكن اعرف ان انا اللي جاي مدير جاي مدير لان انا عندي بالمعايير دي انا شايفها بالظبط كده. تمام. الحاجه الثالثه ودي حاجه مهمه ومفتقده جدا في الحكومه، هي اداره الموارد البشريه. اداره الموارد البشريه اصبحت اداره هامه جدا في اي مؤسسه ناجحه، سواء مؤسسه حكوميه او مؤسسه خاصه او حتى دوليه. ف اداره الموارد البشريه في الحكومه هي اداره شؤون عاملين، تهتم بالغياب والحضور والجزاءات، ولكن لا ما عندهاش القدرة على عمل تنمية صحيحة للموظفين، ما عندهاش القدرة على إدارة اللي هي الإدارة بالأهداف أو البرفورمانس بيز مانجمنت، اللي هو إن أنا يبقى في جزء من مرتبي متغير ومربوط بالأداء بتاعي. النهاردة المكافآت والحوافز بتتعطى فلات لكل الناس، فطبعا أشتغل ليه؟ إذا كان زميلي هياخد نفس اللي أنا باخده. عدم وجود إدارة موارد بشرية قوية في الأجهزة الحكومية بيؤدي الى عدم استطاعه المؤسسه تطبيق اي حاجه من نظم الاداره الحديثه. فاحنا الحقيقه جبنا فند الماني من جي اي زد من المعونه الالمانيه، وبعتوا لنا 3 خبراء بداوا معانا خلاص، وامبارح كان عندي اجتماع معاهم عشان يحطوا لنا الموديل بتاع اداره الموارد البشريه داخل المؤسسات الحكوميه، عشان يبقى ده البيز اللي يقدر بس ممكن ياخد وقت قد ايه يا دكتور؟ يعني انا خايف احنا قبل انا ما امشي يعني قبل 30/6 هنكون خلصنا الثلاث مشاريع دول وجاهزين وطبقناهم على مؤسسه صغيره وجاهزين للتطبيق على مستوى الحكومه. تدريب الصف الثاني، موديل لاداره موارد بشريه ناجحه، والاداره بالاهداف، وهي ربط كل موظف بمجموعه من الاهداف تتعلق باهداف الوزاره. نعم. ده انا يعني الثلاثه دول هيخلصوا قبل انا ما اسيب اللي هو 30/6. نعم. واتمنى ان اللي يجي بعدي ان شاء الله يبدا في تطبيقهم على مستوى، هتاخد يعني انا الثلاث مشاريع دول عشان يطبقوا على مستوى الحكومه كلها من 2 لـ3، مش هقول لك انها هتطبق في يوم ولا 2. حضرتك بتستخدم تعبير مدونه السلوك الوظيفي. دي حاجه من الحاجات اللي بدانا فيها، من الحاجات برضو اللي انا شفتها وعشت بيها في الشركات اللي انا اشتغلت فيها، اللي هم بيسموه بره الكود اوف كوندكت، ان انا ادي الموظف اقول له الفاليوز او القيم بتاعت هذه المؤسسه هي 1 2 3 4، ولا تستطيع انك تخرج خارج هذه القيم، سواء بقى خدمه المواطنين، سواء مجموعه من القيم بيتفق عليها، ودي بتبقى اللي احنا بنسميها بالعربي مدونه السلوك الوظيفي.
احنا عملنا مؤتمر الاسبوع اللي فات، حضروا مجموعة كبيرة من الخبراء من كذا وزارة، وجبنا واحد من تونس وجبنا واحد من بوركينا فاسو، خبراء في وضع هذه المنظومة او هذه المدونة. وهذا المؤتمر الحقيقة يعني كبداية ان احنا نخرج، برضو ده هيخلص قبل 30/6 ان شاء الله، ان احنا يبقى عندنا مدونة السلوك الوظيفي نقدر نديها لكل موظف في الحكومة ونشرحها له ونديله تدريب عليها، بحيث يبقى عارف هو حدوده فين، علشان لما يغلط يعرف يتحاسب بالظبط، يبقى فاهم ايه الاطار بتاع العمل بتاعه داخل. بالظبط كده، انا كل الشركات اشتغلت فيها وانا داخل وانا ببدا عقد العمل بتاعي بمضي ان انا استلمت الكود اوف كوندكت ده او استلمت المدونه دي، وان انا احنا عندنا بيسموه الستايل بوك او الستايل بوك يعني وات ايفر الاسم، لكن هي مدونه موجود فيها ايه الفاليوز او القيم داخل هذه المؤسسه وامثله لها وكيفيه تطبيقها. هي بتوصل لحد حتى المصطلح اللي بتستخدمه. بالظبط. نعم. بالظبط. فهنعمل حاجه مبسطه، ولكن عندنا امل انها تبقى موزعه على جميع موظفي الحكومه. اخر سؤال في المنطقه دي برضو عندكم في التنميه الاداريه، تعبير الحكم الجيد يرتبط بالموظف الجيد. ازاي هعرف اعد موظف جيد؟ حضرتك جايب من الاخر، يعني هذه هي النظم العالميه. فلا يمكن ان يكون هناك حكم جيد بدون موظف جيد. موظف خارج من بيئه تعليميه سيئه جدا، من مناخ فساد، واحنا بنصنف في منظمات الفساد والشفافيه درجتنا ترتيبنا سيء جدا، يعني ازاي هعرف ااهله وممكن ياخد وقت قد ايه؟ هو انا محتاج اجيب له شيخ اقول له الحرام والحلال، ولا محتاج ارفع راتبه واعمل له دورات تدريبيه؟ هل الدوله لديها ما يمكن ان تنفق بيه على تدريب السبعه مليون موظف؟ هو ده سؤال صعب شوية. بس تجربتنا في الفترة اللي فاتت، في السنتين ثلاثة اللي فاتوا أو الأكتر من كده، ساعة ما بتيجي تدي الموظف التدريب الصح في حاجة معينة هو بيتجاوب. يعني حد يحرك مثال، حضرتك كنت بتكلم عن فصل مقدم الخدمة عن طالب الخدمة. نعم. في مشروع كان بدأ من فترة واحنا مكملين فيه، بس مش مكملين فيه بس، احنا مركزين جدا. لما انا هرجع له بالتفصيل ده لانه ده موضوع مهم، اللي هو ان في المحليات، احنا بدأنا بالمحليات لانها من أصعب الأماكن اللي فيها نوع من أنواع اختلاط طالب الخدمة بمؤدي الخدمة، بيؤدي إلى درج مفتوح وفلوس كتير أوي. احنا خلصنا بعض المحافظات زي إسماعيلية واسكندرية، جميع الأحياء تم ميكانتها بالكامل. يعني إيه ميكانتها؟ جميع الأحياء في النماذج، في المحليات في كل المحليات، في الإسماعيلية والاسكندرية خلصنا كله محافظتين. ولا وعندنا في كل محافظة شوية. نعم. بس احنا السنة دي هنقرر لحد 30/6 هنركز على القاهرة، اتفقت مع الدكتور جلال السعيد ان احنا هنركز على القاهرة ونخلص كل احياء القرى. احنا خلصنا عشان اغلب الوزارات هنا والهيئات هنا والهيئات وهي فيها اعداد كبيرة جدا من المحافظين. نعم. المواطن بيخش دلوقتي، لو حضرتك انا لسه مفتتح مصر الجديده قريب من 3-4 اسابيع، ده غير مرور النزهه. لا، غير مرور النزهه. نعم. لكن ده حي مصر الجديده. نعم. ايه الوضع دلوقتي؟ انا عايز اطلع ترخيص بنى او هدم او سانسير او اي حاجه او تعليه، 41 خدمه ما بخشش الحي خالص. في مركز خدمه المواطنين، مركز تكنولوجي لخدمه المواطنين، مدخله مختلف خالص عن الحي، مجهز باحسن تجهيزات، تكييف، بيخش الموظف بيلاقي المواطن بيلاقي ارقام زي البنك بالظبط، بيسحب رقم ويستنى دوره ويروح على الشباك يقول الله انا عايز اعمل حاجه الفلانيه، بيطبعوا له من على الكمبيوتر وهم قاعدين لسته بالطلبات اللي مطلوبه منه، بياخدها بيجهز الطلبات، بيجي تاني يقدم في شباك معين، يستلم منه الورق، يتاكد الورق سليم، يقول له اتفضل حضرتك تجي لنا بعد كذا، ويدي له ميعاد. نعم. يجي في الميعاد يروح على الشباك بتاع الرسوم، يلاقي الـ 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 الحاجه بتاعته جاهزه، يدفع الرسوم ويستلم الرخصه، ما بيشوفش ولا مهندس في 41 خطوه، ولا بيتعامل مع رئيس الحي ولا اي حد. 41 خدمه بتقدم من هذه المراكز النهارده في عدد كبير جدا من الاحياء دلوقتي. طب الورق ده لما بيمشي بيروح فين؟ مش بيروح عند الموظفين؟ بيروح، بس بيروح جوه، انت ما بتعرفهمش، مالكش دعوه بيهم. انا كمواطن انا بتعامل مع مجموعه شبابيك، الحمد لله حتى الشبابيك دي الناس قاعده لابسه يونيفورم، كل الحاجه اللي هم طالبين اللي عايزينها موجوده على الكمبيوتر ساعتهم، حتى هو بيحول الطلب بالكمبيوتر للموظف المختص وبيبعت له الملف بتاع الورق. لما جينا ندرب الناس دي فوجئنا بان عندهم استعداد غير طبيعي للتغيير، واستعداد غير طبيعي للتدريب، واحساسهم بان هم موجودين في بيئه انسانيه
صحيح، وبيئه يعني لان هذا المشروع مش بس لخدمه المواطن، لكن كمان لخدمه الموظف. موظف قاعد في تكييف، قاعد في مكان جميل بيشتغل وهو حاسس انه محترم، جابت نتيجه. الناس بتتخانق على مين اللي اشتغل على الشبابيك دي، رغم انها فيها شغل اكتر وفيها التزام وفيها، غير انه لو قعد في الحي مش حي حدش يسال انت بتعمل ايه، بيتخانقوا لان بيقول لك لا انا عايز اتقدم، انا عايز اتعلم، انا عايز اعمل صح، عايز اشتغل على الكمبيوتر، عايز اتدرب، عايز ابقى بني ادم. ففي استعداد قوي. هل المواطن بيدفع في ده خدمه زياده؟ لا 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 خالص خالص خالص. يعني نفس اللي كنت بدفعه وانا بتنقل ل 41 موظف، هو 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 هو. طب احنا موافقين ان تبقى الخدمه زياده عشان تقدروا تعوضوا الموظفين وتقدم لي خدمه محترمه، ليه ايه المانع؟ ده كان جزء من خطه زمان. حد حضرتك مثلا عشان تعمل حي واحد بيتكلف 300,000 جنيه ما بين اجهزه كمبيوتر، ما بين نقل كل الفايلات وكل البروسيس على الكمبيوتر، وبين تجهيز المكان، فبيكلف 300,000 جنيه الواحد بس. كويس. فعشان كده احنا السنه دي قلنا احنا عندنا بادجت تكفلنا القاهره، هنخلص القاهره كل احياء. هي لو خلصت القاهره هتمتد لكل المحافظات. حضرتك لو رحت حي مصر الجديده او اي حي في الاسماعيليه هتشوف اللي انا بقوله ده في الواقع موجود. احنا لازم نروح، لازم وجميل نروح نشوف. وانا واحد من الناس يعني سعيد بان الخطوه دي ماشيه، وماشيه يعني بسرعات مش بطاله. ده مطلوب يتعمل في كل حاجه بقى، مش في الاحياء بس، لكن على الاقل الاحياء واخده اولويه، لان المحليات يعني هي ام الكبائر. هنطلع فاصل، بعد الفاصل هرجع للسيد الوزير هاني محمود، الدكتور هاني محمود مره اخرى، عشان نتكلم عن هي الانتخابات الجايه ينفع فيها تزوير، وهل نظام قارئ البطاقات، وهنشرح ايه قارئ البطاقات ده، هيستخدم في الاستفتاء الجاي ولا هنستخدمه في البرلمان والرئاسه بس، وهل سيجوز او يمكن ان احنا نلحق التصويت الالكتروني ولا صعب، والمصريين في الخارج هيعملوا ايه وعددهم قد ايه، والبنزين وهنصرف ازاي، وهناخد حصه محدده ولا مفتوحه ولكن بسعر مختلف، كل ده هنعرفه بعد الفصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، اواصل حواري مع الدكتور هاني محمود وزير التنميه الاداريه. ولكن قبل ما نكمل حوارنا، الاوضاع مشتعله في المدينه الجامعيه في جامعه الازهر، كان منذ قليل هناك حرائق وهناك اشتباكات مع الامن، انباء تتحدث عن ان الامن اقتحم المدينه الجامعيه ليضبط مرتكبي تلك الحوادث. خلينا نفهم الواقع، احنا بعتنا كاميراتنا هناك، هنحاول نغطي لحضراتكم لايف، بس معايا الدكتور ابراهيم هدود نائب رئيس جامعه الازهر والمتحدث الرسمي باسم الجامعه. مساء الخير دكتور ابراهيم. اهلا استاذ خير واستاذ المستاذين جميعا. اهلا بحضرتك دكتور. هو ماذا يحدث في المدينه الجامعيه في الازهر الشريف الان، في جامعه الازهر الان؟ نعم، لا هو اللي حصل في المدينه الجامعيه الان ان حضرتك بعد العشاء بساعه تقريبا خرج الطلاب في مظاهره ولم تكن اعدادا كثيره، وحاولوا يعني غلق الشارع الفاصل بين اسم مدينه نصر الثاني وبين المدينه الجامعيه، فتعاملت معهم الشرطه بالغاز المسيل للدموع، فتراجعوا داخل المدينه، ثم بداوا يتعاملوا بالحجاره من داخل المدينه، فالشرطه القت عليهم بالغاز المسيل للدموع فاشعلوا بعض الحرائق في اغصان الاشجار الخضراء ليتوقوا بها الغاز الطبيعي، لكن لم يحدث اي حرق لاي مبنى. ثم بعد ذلك الشرطه الان على باب المدينه الجامعيه حتى يتراجع الطلاب، ولكن الاعداد تقل الان، فعددهم الان لا يصل الى 500 طالب. يعني هل لا توجد بالفعل اي حرائق داخل مبنى المدينه؟ لا، داخل مباني المدينه مفيش اي حرائق يا فندم، لكن هم نفسهم اللي عاملين مشاعل، يعني قطعوا اغصان اشجار البيكس وبعض جريد النخل وعاملينه على هيئه مشاعل بحيث تكون يعني حاميه لهم من الغاز الطبيعي. هل تم اقتحام مبنى المدينه الجامعيه من قبل الشرطه الان؟ لا، الان الشرطه عند الباب. لم تقتحم المبنى؟ لا لا، لم تقتحم المبنى، لان هناك فاصل بين الباب وبين المباني، فاصل يعني. قناه الجزيره تتحدث الان، ما اتكلمتش عن الحرائق ولا عن الطلاب ولا بيعملوا ايه، ولكن الان تتحدث عن ان الشرطه داخله تطارد الناس وبتقتحم المدينه. ده امر طبيعي، يعني ننتظر حتى تفرق المباني والممتلكات العامه عشان خاطر قناه الجزيره، يعني
نعم دكتور. يعني ده امر طبيعي ان الشرطه نحن نطلبها رسميا للدخول، ونحن اول جامعه بادرت اننا حريصون على، مش هنستنى لما الامور تخرب، ولكن نحن حريصون على الاعداد الكبيره الموجوده. يعني حضرتك المدينه الجامعيه الان اللي ساكنين فيها ما يقرب من 12,000 طالب، فمش معقول عشان 500 طالب ما اقولش ما تدخلش الشرطه. يعني وحريه لبقيه الالاف من الطلاب، اليست حقا ايضا لابد يعني ان نحن المسؤولين ان ندافع عنه؟ دكتور ابراهيم، هي جامعه الازهر خلاص بسبب 500 طالب او 1000 او 3000 او 5000 اصبحت عصيه على الحل؟ يعني خارج نطاق السيطره؟ على الحل وما يحدث في جامعه الازهر ويحدث في الجامعات الاخرى، بل بالعكس هو يعني اقل زياده شويه عندنا، زياده شويه في جامعه الازهر يا دكتور ابراهيم. لا يا فندم الزياده ابدا، لان احنا طبعا بنتابع كل الجامعات، لكن حضرتك تقدر تقيس ده في ظل وجود ما يقرب من نصف مليون طالب وطالبه. نعم. فالاعداد اللي حضراتكم بتشوفوها في التلفزيونات او التلفزيونات بتجيبها يعني اعداد لا يمكن ان تعبر عن جامعه الازهر على الاطلاق، وجامعه الازهر تبرأ من هؤلاء الطلاب الذين يسيئون الى جامعه الازهر ولا يستحقون الانتساب اليها، وبالتالي الجامعه تتخذ اجراءات رادعه، منها ما تم اليوم في مجلس الجامعه بعدم السماح بالتظاهر، يعني بمجرد وجود الطالب في المظاهره، لان طبعا السلميه المدعاه غير صحيحه على الاطلاق. وجوده يعني ايه؟ يعني مجرد وجوده في مظاهره في الحرم الجامعي يعرضه لمجلس تاديب قد يصل به الى الفصل النهائي من الجامعه. هل ما قرره مجلس جامعه الازهر اليوم. هل تم فصل حتى الان لاي عدد من الطلاب؟ طبعا طبعا تم، يعني اللي تم احاله عدد كبير من الطلاب منذ 19/10 الى الان، وطالبات ايضا، وتم توقيع عقوبة الفصل على بعضهم والآخرون أمام مجالس التأديب، وهناك قرار بمنعهم من دخول الجامعة وحضور المحاضرات. نعم. وبالتالي لا يحققون شرط دخول امتحان المواد التي يعني يمنعون في الحضور منها. هل الطلاب اللي بيتظاهروا أو بيتلفوا وهم مقيمين في المدينة الجامعية هل سيتعرضوا للإخلاء الفوري؟ يعني احنا أخلينا فعلا المجموعة من الطلاب لأنه يوقع على التعليمات بألا يقوم بمظاهرات وألا يخالف التعليمات ولا السلوك الجامعي ولا آخره، وفي حال يعني ثبوت ذلك عليه يخلى له فورا، وقد أخلينا بالفعل العدد من الطلاب، والآن بيتم رفض الذين يقودون هذه الأعمال ويخلى له من المدينة الجامعية، ولأن المدينة الجامعية الطالب يكلف الدولة أكثر من 600 جنيه غذاء فقط في الشهر الواحد. نعم. فالمدينة الجامعية ليست يعني مرتعا لمن يريد أن يجلس فيها ليفعل هذه الأفعال يعني. نعم، بشكرك جدا دكتور إبراهيم هدهد نائب رئيس جامعة الأزهر والمتحدث الرسمي باسم الجامعة. المشاهد اللي حضراتكم شايفينها لايف دلوقتي على الهواء مباشرة، كاميرات سي بي سي موجودة هناك، هنحاول نقرب من الحدث ونشوف. احنا شايفين عربيات اطفاء موجودة، شايفين كسر الحجارة اللي اصبح مشهد مألوف للاخوان وطلابهم وارهابهم وجماعتهم وكل شيء. احسن ناس، الناس بتقعد تسألني هما بيعرفوا يكسروا الحجارة ازاي بالسرعة دي، ازاي بيعرفوا يخلعوا الارصفة، معاهم ايه يقدر يكسر رصيف وطريق بالسرعة دي ويحولوا لحجارة؟ بصراحة ما عنديش اجابة، يعني مش عارف بالظبط الخبرة دي خدوها فين، كانوا هما بيتعلموا في جامعة الازهر ولا في الجامعات، ولا بيتعلموا ازاي يكسروا حجارة ويستخدموها. دي المشاهد اللي احنا شايفينها، هنرجع تاني المشاهد هتظل معانا لحد ما نحاول نعرف لكم ايه التفاصيل ونتأكد من وجود الامن على ابواب المدينة الجامعية. زي ما احنا شايفين واضح ان قوات الامن موجودة بجوار الحرائق، دي قوات الاطفاء. هنحاول ننقل لكم الصورة الحية الحقيقية من المدينة الجامعية لجامعة الازهر. عودة مرة اخرى للدكتور هاني محمود، ده جزء من الازمة مش كده؟ للأسف ده جزء من الامن اللي نتمنى ان هذه المظاهر تختفي عشان البلد تتحرك، لان الامن بيأثر على الاقتصاد، بيأثر على العدالة الاجتماعية، بيأثر على كل المحاور الاخرى. فنتمنى ان يعني البلد تهدى عشان نقدر نشتغل إن شاء الله. في المؤسسات الحكومية في دايما جهاز لإدارة الازمة ولا مش فاعل؟ لا في، وفي بعض الاحيان بيبقى في لجنة عليا للأزمات
ظهرت يعني ظهر القوه بتاعتها في انفلونزا الطيور و ده زمان يا دكتور رجعنا لزمان. لكن لكن الازمه دي حتى مجلس الوزراء عامل لجنه ازمات لمتابعه مجموعه صغيره من الوزراء لمتابعه هذه الحاجات والاجتماع فورا لان الامور دلوقتي كل يوم والتاني عندنا ازمه كل يوم والتاني عندنا ازمه. يعني ازمه زي دي ممكن مجلس الوزراء دلوقتي اداره الازمات في مجلس الوزراء تكون قاعده بتبحث هذا الموضوع؟ ده 100% 100% لا ده 100% ده 100% وبكره عندنا اجتماع مجلس وزراء. طب ليه ما بنشوفش حد بيطلع يقول لنا يا جماعه الازمه الان فيها 1 2 3 هيحصل كذا؟ انت حضرتك قلت لي عندكم مشكله في التواصل. ودي انا معترف بيها واعتقد ان اي وزير لازم يعترف ان احنا مش متواصلين كفايه مع الاعلام ومع الشعب، ونتمنى ان التواصل ده يبقى افضل ان شاء الله الفتره اللي جايه. نتمنى تعيين متحدث رسمي باسم مجلس الوزراء، ده لسه متعين الاسبوع ده، ونتمنى انه هيفرق كتير في عمليه التواصل ان شاء الله. نتمنى ذلك ان شاء الله. ايه هو نظام قارئ البطاقات؟ لا نظام قارئ البطاقات انا النهارده بخش نظام الانتخابات. اولا انا عايز اقول حاجه مهمه ان عندك حضرتك سالت هل ممكن يحصل تزوير. من اجمل الحاجات ومن افضل الحاجات اللي افرزتها ثوره 25 يناير هو الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات. قبل كده كان النظام القديم بيجد 500 حجة حتى لا يشرف القضاء على الانتخابات بالكامل. نعم. النهاردة جميع الانتخابات والاستفتاءات اللي اتعملت من بعد الثورة اشراف قضائي كامل، واحنا دلوقتي عندنا لجنة قضائية عليا هتشرف على الاستفتاء بتاع الدستور وعلى انتخابات مجلس الشعب، وهذه اللجنة برئاسة المستشار نبيل صليب، وهو من المستشارين يعني المحترمين جدا يعني نشيط جدا، والحمد لله اللجنة يعني ماشية بخطوات سريعة. من ضمن الحاجات اللي بتقول لي لا يمكن يكون في تزوير في الانتخابات، لان كل الانتخابات البرلمانية 2011 وانا كنت ماسك اللجنة التنسيقية اياميها، احنا جبنا كل الجابس او كل الاماكن اللي موجودة في العملية التصويتية اللي كان بيحصل فيها تزوير وقفلناها بالكامل. فالنهاردة انت بدأ كان الاول عندك اول تزوير كان بيتم مين اللي له حق الانتخاب، مين له حق الانتخاب؟ كان في كارنيه احمر كده زمان بطاقه انتخابيه حمراء ولازم تكون مطلعها عشان تدي صوتك، وانت محدش عارف مين اللي مطلع البطاقه دي كم واحد، اعداد ملهاش اي معنى. النهارده احنا قاعده بيانات الرقم القومي هي قاعده الناخبين، يعني مستمده من قاعده بيانات الرقم القومي. فعندنا المره دي 53 مليون مواطن من حقهم الادلاء بصوتهم في الاستفتاء. تاني حاجه ان الاشراف القضائي على كل اللجان، ما فيش لجنة ما فيهاش قاضي قاعد بيشرف على العملية الانتخابية من أول لآخر. بس البطاقة بتتضرب، بتتعمل بدل البطاقة 2 و3. لا ما هو ده بقى اللي احنا بنحاول نعمله، ان قارئ البطاقات ده هو عبارة عن جهاز صغير جدا يبقى موجود مع القاضي، لما يدخل المواطن يحط البطاقة بتاعته في هذا الجهاز يقوم يقول له ايوه، اولا البطاقة دي سليمة، ثانيا ما بتبقى سليمه، بس كان يعني في عهد الاخوان استطاعوا ان افراد كتير يطلعوا بطاقه واثنين وثلاثه. لا هو يطلع بطاقه زي ما هو عايز، بس المهم هو اسمه موجود مره واحده في كشف الناخبين. ايوه ما في حد تاني بيدخل بيها ولا بيتعامل؟ لا يستطيع ان هو يدخل بيها، لان لو هي طالعه مظبوط هيقبل البطاقه. يعني مش هيدور عليها في كشف دلوقتي؟ لا 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 ده لسه يعني دي الفكره اللي هي الطلب اللي طلبه المستشار نبيل واحنا شغالين عليه جامد. احتمال كبير نلحق نعمل بايلوت في يعني تجربه في محافظه واحده في الانتخابات الاستفتاء، وتطبق بعد كده في الانتخابات اللي بعد كده. يعني ممكن نلحق الانتخابات البرلمانيه؟ هتبقى لو لحقناها هنلحقها البرلمانيه ان شاء الله. البرلمانيه هنلحقها والرئاسيه هنلحقها ان شاء الله، لكن الدستور يمكن نعمل محافظه ولا حاجه تجربه. تجربه بنحاول نعمل محافظه تجربه دي تمنع التزوير تماما. تماما، وعلى طول بيخصم. يعني انا دخلت حطيت البطاقه بيقول لي ثلاث حاجات، اول حاجه ان البطاقه دي سليمه، نمره 2 ان انا من حق الانتخاب، ونمره 3 ان انا موجود في هذه اللجنه. اول ما اعمل كده يطلع له الضوء الاخضر، واول ما اشيل البطاقه واخش اعمل ادي صوتي يعلم عليا في الكشف عنده جوه الجهاز ان انا خلاص انتخبت. فلو جيت تاني بنفس البطاقه ما اقدرش انتخب. كويس، يعني حتى لو بطاقه مختلفه بس نفس الاسم ونفس البيانات ما اقدرش انتخب. طب عمليه الفرز هتتم ازاي بقى؟ لا الفرز هيتم يدوي، لان حضرتك كلمت عن الانتخابات الالكترونيه. نعم. وانا في رايي الشخصي ان احنا غير مستعدين تماما تكنيكاليا، يعني الناحيه الفنيه احنا ممكن نعملها بكره الصبح، ولكن كل الدول التي جربت هذا النوع من الانتخابات وهو التصويت الالكتروني ما راحتلوش الا بعد سنين طويله من الثقه بين المواطن
والحكومات اللي بتدي بتعمل الانتخابات. لو هذه الثقه مش موجوده ما ينفعش انت تعمل انتخابات. النهارده انت الناس بتحط الورقه بايدها والصندوق شفاف وبعد كده بتلاقي قضايا مرفوعه تزوير و تخيل بقى حضرتك انت بتدي صوتك على جهاز الكمبيوتر وما تقدرش ولا تفرز ولا تدور ولا تقول لحد هعدلك وانا هطلع عقل النتيجه اذا كنت مش واثق في هذا النظام لا يمكن تثق في النتيجه. فكل الدول اللي طبقته طبقته بعد سنين طويله خلاص اصبح ما فيش حد حتى مش بيتكلم بيفكر في اي حاجه تزوير. طيب طريقه تصويت المصريين في الخارج دي بتدرسها اللجنه العليا دلوقتي وهتعلن عنها. احنا عندنا لحد دلوقتي 680 الف واحد سجلوا نفسهم كمصوتين من الخارج واللجنه العليا دلوقتي بتقرر طريقه ادلاء الصوت بالنسبه للمصريين في الخارج. هل هيعتبر بالبريد؟ هل هيعتبر بالحضور الشخصي للقنصليات؟ فدي القرار ده هيطلع في خلال الاسبوع القادم ان شاء الله. كان عندكم مشروع اسمه مشروع بطاقه الاسره. طيب ما بطاقه الاسره ده البطاقه اللي هي بيصرف بيها المواطن المواد التموينيه. والحاجه اللي احنا بنعملها دلوقتي مع وزاره البترول هندخل عليها انبوبه البوتاجاز. خلاص تكنيكال نفس هذه البطاقه نفس البطاقه ليه؟ لان البطاقه دي هي هيبقى عليها عدد امير البوتاجاز المتاحه للاسره في خلال الشهر او الشهرين او تفر. بحيث ان انا النهارده يبقى انا بيبي بوتاجاز اللي معاه بطاقه خلي بال حضرتك ال 17.5 مليون بطاقه اسره بتغطي 68 مليون مواطن مصري. طبعا بتضرب في اربعه او في خمسه. كل واحد بيتحط دلوقتي مع وزاره البترول بعض القواعد الاسره يبقى لها كام انبوبه في الشهر لو عددها قد كده ولو عددها قد كده بحيث ان بعد كده السعر المدعم للانبوبه. تتخيل حضرتك النهارده السفارات بتاخد الانبوبه المدعمه. السفارات ليه انا ادي السفاره ب 8 جنيه؟ ليه انا اخد الانبوبه ب 8 جنيه؟ نعم. فهيبقى السعر اللي هو المدعم جامد. خلي بالك بقى تكلفه الانبوبه حاجه و70 جنيه. نعم. فالسعر المدعم جامد ده هيبقى فقط للناس اللي معاهم بطاقات. ودي اللي هياخد بطاقات غير القادرين. هم كلهم غير القادرين لان هم دول اللي معاهم بطاقه تموينيه. 68 مليون؟ 68 مليون عدد كبير جدا. يعني انا فوجئت بهذا الرقم لما بدات العمل في الوزاره، كنت متخيل انه اقل من كده ولازم في وزارات قادمه يتم تصفيه هذا الرقم، لكن حاليا في 68 مليون مواطن معاهم بطاقه تموين. يعني عندهم بطاقه متغطيين ببطاقه تموين. فتوزيع الانابيب والبوتاجاز عن طريق البطاقات الذكيه ان شاء الله هيتم تنفيذه في خلال شهر او اثنين. بمناسبه ده في صديق على تويتر طول الوقت قاعد يبعت الحل، هو مسمي نفسه ماستر مايند، بيقول ماستر مايند انك ده لازم تلغي كلمه الدعم، مفيش حل طول ما انت بتدي الدعم للدقيق، طول ما انت بتدي الدعم للتاجر، الدعم خليه فلوس وخلي الناس تشتري بسعر الحاجه. هو ده الصح. ده الصح. يعني ماستر مايند ده الحقيقه عنده حق. هل البلد النهارده في هذا الوقت جاهزه لده؟ لا مش جاهزه لده. ليه؟ لان اولا ال 68 مليون اللي هم احنا بنعتبرهم بياخدوا الدعم المواد الغذائيه جزء منهم مش بطال لا يستحق الدعم برضه. فانت لازم تصفي هذه المنظومه وتحدد عوامل معينه لمستحق الدعم سواء مرحله واحده او اثنين. ودول امريكا الجنوبيه مشيت في ده جامد جدا السنوات اللي فاتت وعندنا تجارب ناجحه نقدر نستعملها. وميزه النقد الدعم المادي بقى انك خلاص السعر السلعه لها سعر واحد. نعم. واللي مستحق دعم ياخده فلوس عشان هو فعلا مستحق هذا الدعم. لكن السلعه لها سعر واحد، تمنع سوق سوداء وتمنع بقى اللخبطه اللي بتحصل في عمليه توزيع الدعم وهل مستحق ولا لا. وكمان الدول في امريكا الجنوبيه استعملت هذا الدعم المادي للتاكد لاجبار بعض الاسر على حاجات هم عايزين يعملوها. يعني مثلا يقول له عشان تكمل السنه الجايه في الدعم لازم تجيب لي ان الثلاث ولاد بتوعك اللي داخلين معاك في الدعم المادي ناجحين في دراستهم، مكملين في دراستهم. لو خرج من الدراسه مش هكمل لك في الدعم. فانت بتدعم التعليم. فبتطمن ان الولاد دول هيتعلموا، لان الراجل دلوقتي مش هيقدر يطلعه عشان يروح يشتغل في صنعه ولا بتاع لانه هيفقد الدعم بتاعه، هيفقد جزء من الدعم. صحيح. نتيجه تسرب التعليم. كشف طبي معين لازم يتعمل مثلا، هتقول عشان تجدد لك الدعم المادي هات لي ما يثبت ان انت عملت هذه الكشوفات الطبيه. كل ده دي تجارب دول نجحت فيها تماما وعندنا هذه التجارب. ويجب ان نبدا بعد الحكومه الانتقاليه دي يجب البدء في التحول من الدعم المادي الدعم سوري اللي هو السلعي الى الدعم المادي. ليه ما بنخليهاش البطاقه الشخصيه عليها كل ده؟ يعني ليه مش بعمل كل حاجه ببطاقتي؟
ليه مش بصرف التموين ببطاقتي؟ ليه مش بصرف الأنبوبة ببطاقتي؟ ليه مش بنتخب ببطاقتي؟ ليه مش هروح للبنزين طيب. ببطاقتي؟ صح كلام حاجة صح. أول حاجة الانتخابات هي دي الحاجة الوحيدة اللي في البطاقة. نعم. دي بطاقة. لكن البطاقة الأسرة مش بتاعتي، ما هي الشخصية، هي بتاعة الأسرة كلها. آه. عليها أربع أفراد أو خمس أفراد لأن أنا باخد نفس الحياة في لمبوبة البوتاجاز. أنا بوبت البوتاجاز، فإحنا يعني أملنا إن يبقى عندي البطاقة بتاعت الأسرة دي بتغطي كل ما هو له علاقة بالأسرة، مفروض عيش، بنزين، يعني سوري مش بنزين، أنبوبة بوتاجاز، مواد تموينية. ولكن مثلا العربيات اللي احنا دلوقتي شغالين مع وزارة البترول ووزارة المالية على الكرود بتاعت البنزين، وردا على سؤال حضرتك اللي قلته برضو مش هيبقى فيه ليميت في هذه المرحلة. نعم. والمهم دلوقتي منع التسرب، ان يبقى حضرتك احنا وزارة المالية مع وزارة البترول خلصوا المرحلة من المستودعات لحد محطات البنزين، دي دلوقتي متميكنة 100% وبالبطاقات. النهاردة العربية النقل اللي بتنقل البنزين بتستلم البنزين من المستودع بكارت وتروح تسلمه في المحطة بكارت، وأي لتر يتسرب يدفع ثمنه بالسعر الحر. فدي قفلت المرحلة من المستودعات لحد محطات البنزين. المرحلة اللي احنا شغالين فيها دلوقتي من محطة البنزين للمواطن، ودي ان شاء الله في الثلاث شهور الاولانيه من السنه الجديده هتكون البطاقات كلها طلعت وتوزعت. كم بطاقه تقريبا؟ عندنا حوالي 5 مليون مركبه. 5 مليون مركبه في 5 مليون مركبه في مصر. هل هيتحدد لي عدد معين من الالتار بسعر مدعم؟ انا كل الهدف من هذه المرحله هو عدم تسرب. يعني مش هنتكلم في الاسعار دلوقتي؟ لا 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 مش هنتكلم، يعني مش الاسعار مش هتتبع بتاع البنزين مع وجود البطاقات. لا لا، البطاقات لمنع التسرب والتاكد من ان البنزين ده بيروح للعربية دي، وبيروح للعربية دي. طب ده خبر حلو قوي. مش كل ساعة. نعم. لأن في بعض الناس كانت بتشتغل بتاخد العربية النقل وتلف مثلا على منطقة زي 6 أكتوبر تمون من كل محطة بنزين وتروح تفرغ في مستودع معين عشان يتم بيعه في السوق السوداء أو تصديره أو أو أو. النهارده ده السيستم هيجيبه على طول. لأنه عارف النهارده كل بطاقة هي المحطات بقى سيستم واحد. المحطات كلها سيستم واحد، والبطاقات اللي هتبقى عند المواطن على نفس السيستم. فلو حضرتك رحت مونت النهارده 60 لتر ورحت بعد ساعه او تاني يوم تمون 60 لتر تاني، السيستم هايلايت ان في مشكله هنا، في ابيوز، في استغلال هنا، ولو اتكررت تاني يوقف لك البطاقه. الموظف بقى اللي هديله 5 جنيه ما يعرفش يعديها لي؟ لا مفيش، اصل ده سيستم سنترلايزد. العامل اللي في المحطه ده ما يقدرش يعمل حاجه، لانها هتتسجل هناك ان اتباع مرتين لنفس الشخص. بالظبط. فهيروح يصرف يلاقي البطاقه بتاعته مش شغاله، هيجي يقول له تعالى بقى انت عملت كذا وكذا وكذا، لان كله مونيتور، يعني كله باين عندنا على السيستم. طيب والحاجه دي هتبقى من احسن الحاجات طبعا لمنع تسرب المواد. هي احلى ما فيها ان احنا مش هندفع فلوس زياده. لا مفيش فلوس زياده لحد ما يتشال الدعم عن الذي عن الذي لا يستحق الدعم. انا قادر ادفع بالظبط، واوفر البنزين ده علشان دعم الدوله اللي بيزيد عن 90 مليار يتوفر لخدمات في هذا البلد. 120 مليار لسه. 120 مليار دلوقتي، اصل انا حضرت 90. اخيرا دكتور هاني محمود، كيف نختم بخبر ايه اللي تبشر بيه الناس في ظل هذا المشهد المسيء اللي شايفينه عند جامعة الازهر؟ ايه اللي نقدر نقول للناس ان اصبروا شوية قد ايه وهتلاقوا الموظفين زي الفل، هتدخل اي مصلحة حكومية هتخرج منها راضي، مش هتدفع رشوة، وانت قاعد في بيكو هتخلص حاجات كتير عشان زحمة البلد. طيب لا، عشان اقول هذه المقولة بهذا الشكل لا، احنا محتاجين 5 سنين. 5 سنين. ولكن اللي انا بوعد الناس بيه انك كل شهر او هتلاقي تقدم في حته معينه. يعني النهارده احنا شغالين في المحليات كويس قوي، واللي جرب انه راح حي مميكن يعني مش مصدق نفسه. شغالين في ادارات المرور دلوقتي برضو في الميكان في ادارات المرور. النهارده حضرتك تقدر تبعت اس ام اس عشان تعرف المخالفات اللي على عربيتك باس ام اس، وفي خلال نص دقيقه بيجي لك الرد. يعني تبعت اس ام اس ل 9233 برقم العربيه الحروف والارقام. نعم. نص دقيقة بيجي لك الرد يقول لك المخالفات اللي عليك كذا، لان احنا ميكننا كل نيابات المرور. فحتة بقى دلوقتي انك تروح المرور وتدفع حاجة عشان يشيل لك مخالفات غير واردة. غير واردة. فده دخل للدولة ومنع فساد. بالظبط، ومنع فساد. وكمان حضرتك قبل ما تروح تجدد الرخصة هتبعت اس ام اس ل 9233 هيجي لك الرد يقول لك مخالفات عليك كذا، او صفر او 200 او 300. فانت رايح عارف المخالفات اللي عليك قد ايه، ومحدش يقدر يشيلها لانها موجوده على سيستم ما يعرفش يشيلها. ده كويس. فدي برضو من الحاجات اللي يعني اخيرا اشتغلنا فيها. فالحاجه اللي انا اقدر يعني
أوعد الناس بيها أنك كل يوم هتلاقي فيه تقدم، ولكن هذا الجهاز الإداري لن ينصلح حاله في يوم أو يومين. محتاج خمس سنين عشان يصل، محتاج على الأقل خمس سنين عشان نشوف بقى اللي حضرتك بتقوله. تقول إيه ده؟ لا ده أنا ده فعلا أنا في بلد متقدم بجد. بشكرك جدا السيد الوزير دكتور هاني محمود، نورتني. شكرا لك. بشكركم. هطلع فاصل، بعد الفاصل سأعود مرة أخرى لنتناقش ونتحاور حول قانون محاسبة الوزراء. إيه المانع أن أعمل قانون يحمي الوزير؟ طب ممكن الوزير يبقى فاسد، طب من غير القانون كان في فساد. طيب إزاي نضمن الشفافية وأن الوزير ياخد قراراته بحسن النية إذا كان هدفه المصلحة وقد تكون النتيجة مختلفة عن القرار الذي اتخذه؟ هذا ما سأناقشه مع ضيفي العزيزين دكتور هاني سري الدين السياسي المعروف وأستاذ القانون التجاري بجامعة القاهرة، والمحامي المعروف الأستاذ طارق عبد العزيز المحامي بالنقد. نلتقي بعد الفاصل. حسن النية هو مشروع قانون طرحته حكومة الببلاوي لحماية وتحصين قرارات الوزراء والحيلولة ضد مساءلتهم قانونيا في حالة ثبوت فشل القرار بدعوى حسن نية المسؤول عند اتخاذه. قانون حسن النية ده مفيد لنا كلنا، لأن احنا محتاجين طفرة، محتاجين حلول ذكية، محتاجين حلول غير تقليدية علشان نخرج من الأزمة اللي احنا فيها الاقتصادية. المستثمر الجاد اللي عايز يخدم الوطن بيشتغل في كل الظروف، حسن نيته بيخلي ان هو بيعمل حاجة غالبا لا تورط اي مسؤول في ان هو اشترك معاه او وافق له على استثماره. المسؤول الصادق في ان هو بيدي قرار يفيد هذا الوطن لن يسأل اولا من الله سبحانه وتعالى ثم من القانون ثم من الشعب. هذا القانون مش هي لا يغني ولا يسمي منه، وعملية صعبة ومطاطة وعشان تثبتيها عايز وقت طويل ومش وقت من الحين. نمرة اتنين، احنا كنا برضو مقدمين الايجيبشن كود اوف ريجليشن، حاطين لكل مسؤول في بقى اسمها دولة. عايزة تمنعي الكلام ده كله يبقى الكلام ده الرولز بتاعت كل مسؤول تتحط، ادي مسؤولياتك وادي سلطاتك وادي حدودك، ويبقى في اجهزة رقابية عليها وانتهينا. فالقانون انا شايف انه مش وقته، وشايف انه مش هيأثر بالسلب والايجاب كتير، لكن ومش هيمنع الفساد، وفي نفس الوقت مش هيزود الاستثمار. ما بين مؤيد ومعارض، اختلف المصريون حول مشروع قانون حسن النية. هنطبق طبعا كده التشريع، هنتكلم بقى ان هنرجع نقول دي دولة اسلامية ولا دولة مدنية طبقا بقى لسيدنا عمر الخطاب، انما الاعمال بالنيات. اي واحد يعمل حاجة ويقول حسن النية، طب هو ما درسهاش ليه؟ هو لازم يكون مسؤول بمعنى الكلمة. بالنسبة لحسن النية ومفيش حسن النية، ما يتبقش على الناس دي اللي موجودة دلوقتي في الوزارة لسبب واحد. الناس دي جت في وقت لا كان لأي وزير أي رئيس وزارة هيجي ما كانش هيعمل أكتر من هما بيعملوه. ما ينفعش إن هو واحد يغلط وما يتحاسبش، يقول لك أنا كنت يعني تموت وبعدين تقول لك أنا حسن النية، أو تخرب وبعدين تقول أنا كنت حسن النية. إزاي حسن النية؟ طالما إن هو نيته سليمة خلاص يبقى كده براءة، يعني ما يتحاسبش. لازم يتحاسب سواء حسن النية أو سوء النية، طالما حصل خطأ يبقى في إهمال، يبقى لازم يتحاسب. دلوقتي لما يجي مثلا وزير يعمل حاجة يقول لك ده ما كانش قاصد، مش حاجة كانش قاصد. يرى بعض الخبراء أن قانون حسن النية غير مناسب لحماية استثمار أو مكافحة فساد، وفي الوقت نفسه يعول البعض على هذا القانون في منح طمأنة في نفوس المسؤولين، ليظل قانون حسن النية مثارا للجدل. بسنت إبراهيم، ممكن. شكرا يا بسنت. برحب بضيفي العزيزين، اولا الدكتور هاني سري الدين استاذ القانون التجاري والسياسي المعروف، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الاستاذ طارق عبد العزيز المحامي بالنقد، اهلا وسهلا. قبل ما نروح بس، في قوات اضافيه من الداخليه توجهت الان الى مبنى مدينه الطلاب بجامعه الازهر، يبدو ان في بعض الاشتباكات عادت مره اخرى. قوات الاطفاء الشرطه طلعت بيان قالت انها لم تقتحم المبنى، هي اقتحمت البوابه عشان تفسح الطريق لعربات الاطفاء علشان تدخل، حسب البيان اللي حتى الان ما جاليش نصه. القوات الاضافيه راحت ليه مش عارف، الزملاء بيقولوا لي ان اللي بيرسلونا من موقع الحادث بيقولوا ان في تراشق من الداخل، الصوره مش باينه، في ناس جوه لكن مش عارف هل في اشتباك بين الطرفين ولا لا.
نتمنى الا يحدث، بس الشيء مش مفهوم يعني. طيب ده نموذج وزير الداخليه لو نزل بقى وعمل اي حاجه ويجي يتحاسب. نرجع لموضوع دكتور هاني، خلينا نبتدي من عندك قبل ليه انت رافض القانون وليه الاستاذ طارق موافق على القانون. تقول لي ايه هو القانون المطروح؟ هي مش قضية رافض وموافق، هي اولا انت عندك، خلينا ناخد كذا كده عنوان. واحد، انا في رأيي انه الحكومة لم تكن موفقة في الطريقة التي تم اعلان او المسمى اللي تم بيه القانون. صحيح، انا مش عارف المسمى ما بين قانون المحاسبة وحسن النية. حسن النية وسوء النية والمسألة ومين اللي هيختار ومين اللي هيحدد حسن النية من عدمه الى اخره. وبرضو كان في بعض المسميات في بعض البيانات اللي طلعت او التعليقات انه حماية مسؤولين او كبار المسؤولين، برضو كان يعني اعتقد مصطلحات كلها كانت عناوين مستفزة وغير موفقة ولا تدل على الموضوع. طيب خليني لو هتديني دقيقة كده نشرح. طب هو ايه فين المشكلة عشان نقول الحل. طب قبل المشكلة هو ايه شكل القانون يعني؟ لا ما انت عشان اقول القانون ده ينفع ولا ما ينفعش لازم اقول ايه ليه بنطلع هذا القانون. طيب. لانه خلي بالك هو ما طلعش مضمون قانون، ما طلعش مواد مشروع، فهي هي مجرد فكرة، هو عنوان. نعم. فبدأت الناس تهاجم عنوان وتهاجم من غير ما نعرف ايه هو مضمون ده. وده جزء تاني من اللي قاله بس على العموم الطرح بيعكس مشكلة موجودة على بالضبط. عاوزين نحلل المشكلة. طيب. ونقول هنواجهها ازاي. هو طيب. ده بس ده الطرح يعني، معلش اصبر عليا. حاضر. لانه هو ده اللي احنا عاوزين نوريه الناس. المشكلة بدأت من ايه؟ المشكلة بدأت من بعد 25 يناير، ان عندك مسؤولين وزراء رؤساء هيئات صدر ضدهم احكام بالادانة، بعضهم براءة، في لازال ناس كتير قيد التحقيق، في عندك عشرات الالاف من البلاغات بتهمة اهدار المال العام او الاضرار بالعمد، الاضرار بالمال العام او بالتربح او تربيح الغير الى اخره. مظبوط. وبالتالي عندك مناخ عام ان كل مسؤول مهدد بانه اهدر المال العام لاسباب مختلفة، جريمة تربح 115 116 116 مكرر الى اخره. نعم. طيب النتيجة كانت ايه في هذا المناخ والبلاغات الكثيرة جدا جدا اللي موجودة؟ انه الجميع اصبح قيد او تحت يعني ايه سيف التهديد بالقانون الجنائي، او انه هناك تحرش من الرأي العام عموما انه في افتراض ان الجميع، ان كل هؤلاء كانوا كل اللي بيشتغل في الوظيفة العامة انه مرتشي او فاسد الى اخره. النتيجة اصبحت ايه المحصلة؟ انا عاوز اخدها في اطار الاستثمار. النتيجة المحصلة اللي احنا الوضع بتاعنا كان ايه؟ الوضع ببساطة شديدة جدا انه كل معظم المسؤولين الوزراء امتنعوا عن اصدار تراخيص جديدة لانه خايف انه اي قرارات. لا انا خليني احدد لك في طيب. مسألة الاستثمار والمشاكل الوضع الاقتصادي، انا خايف اخد قرار ان انا ارخص لمستثمر باديله ارض او اديله ترخيص او اخصص له اي مساحه سواء في التنميه السياحيه او الى اخره او في التنميه العقاريه او في البترول، لان خايف لما ادي لده بالتعاقد المباشر يقول لي انك انت اضريت بالمال العام، او التسعير اللي انت عملته ده كان مخالف، لا ده انت اديت بدولار، ده كان المفروض تدي بثلاثه، لا ده كان المفروض تدي بخمسه. وبالتالي بدليل برضه نحطها في اطار، في التنميه السياحيه في مصر من 2011 يناير 2011 لغايه النهارده احنا في كام؟ نوفمبر 2013، لم يتم تخصيص اي اراضي للتنميه السياحيه سوى 20,000 متر مربع في مصر كلها في الظهير. نعم. في التنميه العقاريه لم يطرح مشروع واحد جديد خلال هذه الفتره. في امتيازات البترول شرحه ما فيش عندي. فانت بتتكلم انا بديلك بس ثلاث قطاعات استثمارات، انت قضيت على عمليه ما فيش حد بيدي اكتر من ده، انه بيبقى في عندك بلاغات او حد يجي في لجنه فرعيه يقول لك والله ده في حصل مخالفه للعقد الفلاني، ودي برضو ماده يعني ماده 116 جيم عقوبات، دي شهيره جدا مش موجود ليها مثيل في العالم كله، واتحدى ومعانا استاذ طارق ومتخصص في اتحدى ان يقول لك من يخل باحد التزاماته التعاقديه عمدا ده بيعاقب بالسجن في عقد مأولى، ده حتى ايه ده مع شركة مساهمة، يعني نص عتيق، واخد بالك ازاي؟ وبالتالي اي
بلاغ او اي شبهه مخالفه لعقد، الاختلاف حوالين الثمن، حوالين تنفيذ العقد في موعده الى اخره، ايا ما كانت اسبابه، ده في حد ذاته ممكن يعرض الموظف العام للمسؤوليه الجنائيه. انت ليه ما لغيتش هذا التعاقد؟ وطبعا قضيه انت ما لغيتش التعاقد، لو كنت تعاقدت من جديد ولغيت تعاقد كان في مليارات هتيجي للدوله الى اخره. فحصل ايه؟ مش بس عدم ابرام عقود واستثمارات جديده، ده حصل الغاءات لتعاقدات وسحب التخصيصات بالجمله في كل القطاعات، بترول، تنميه عقاريه، في السياحه الى اخره. وبالتالي انت بدات تهدد هؤلاء الناس المستثمرين والموظف العام. فالمحصله ايه؟ مفيش طرح جديد، مفيش تراخيص جديده، مفيش حد عاوز يوقع، بالعكس ده بقى في توجه نحو سحب. يعني في احدى الهيئات العامه رئيسها قبل ما يمشي لغى 11 اتفاقيه قبل ما يمشي بيوم، لانه كان في جايله من اللجان الفرعيه والبتاع، ده في مخالفه هنا، ده مش عارف مده التنفيذ الشركه، قال لك الغي ويروح للقضاء، قال لك انا قاعد بدافع عن نفسي واهو شاف وبتفاوض وبتاع، بعد ما امشي كل ده هيروح رايح النيابه العامه، الغى يا جدع وايه وخلي. هذا هو المناخ العام. فانت بدات تفكر في ايه؟ بداوا يفكر طب اخرج من هذا المازق ازاي. عندك نفس الحكايه، الراي العام في تحرش باي مسؤول، وبالتالي انت بتخاف انك انت تاخد اي قرارات، بقى في مزايده سياسيه، انت عاوز تقول الله ده اللي قبلي ده راجل كان غلطان ومش عارف ايه، فاحنا لغينا وجبنا ودخلنا موازنه الدوله كذا، وبقى في يعني يقول لك حق الدوله فين ومش عارف. فبدا المناخ العام كله ضد الاستثمار، بقى عندك مستثمر دخل بتعاقدات بشروط معينه بتقول والله هوديك النيابه، هتعمل يا تدفع يا هلغي لك التعاقد. وبعض الشركات دي شركات مقيده بالبورصه الى اخره، واخد بالك ازاي؟ هذا هو المناخ العام. احل بقى المشكله ازاي؟ طيب. هو ده كان طيب. قبل الحل عندي حاجتين بس، وقبل ما اكمل واسمع الاستاذ طارق، زمايلي في النيوز روم الان بيبلغوني انه تم القبض على 7 من انصار بيت المقدس، جماعه انصار بيت المقدس المتهمه او الضالعه في عدد من الجرائم، منها محاوله اغتيال وزير الداخليه وقتل الشهيد محمد مبروك، المقدم محمد مبروك، والتفجيرات التي ادت الى استشهاد 11 من جنودنا من القوات المسلحه. فده خبر كويس. عايزين نروح بس اشوف ايه اللي حصل عند المدينه الجامعيه بجامعه الازهر. زميلي حاتم قناوي مراسل سي بي سي من موقع الاحداث، جامعه الازهر بقت موقع احداث دائم. اهلا وسهلا يا حاتم. حاتم وقع الاتصال مع حاتم، الشبكه في تشويش، خلينا نحاول الاتصال به مره اخرى، وشوفوا لي اي مسؤول من وزاره الداخليه يؤكد لنا ويشرح لنا مين السبعه دول، ايه علاقتهم بالجرائم التي وقعت. ده خبر مهم جدا، لان هذه الجماعه اللي مش مفهومه، اللي تركيبتها مش مفهومه بالنسبه لاجهزه الامن، لانها بلا تاريخ ومستتره بواجهه قاعديه وقلب اخواني، فلازم نفهم مين اللي وراء هذه الجماعه في النهايه. استاذ طارق، انت بترى ان الاسباب، ونحن نتحدث عن الاسباب التي دفعت البعض الى التفكير في مثل هذا القانون الذي جاء عنوانه صادم للكثيرين. طبعا انا بشكر الدكتور هاني سري الدين على يعني الشرح الوافي لفكره، انا مش مبسوط قوي من القانون، من كلمه حسن النيه. نعم. وانا معايا في ان القانون ده تسوق غلط. طب انا اسف، حاتم انه رجع خف. طب كويس، لا حاتم اهم. طيب لا مفيش اهم. حاتم مساء الخير يا استاذ خيري. مساء الخير يا استاذ حاتم. ممكن تقول لي ما هو الوضع عندك الان امام المدينه الجامعيه؟ استاذ خيري، الامور عادت تشتعل من جديد، فبعد دقائق قام من خلالها قوات الامن باطفاء حريق تسبب من خلال اشعال افرع للشجر داخل اسوار المدينة الجامعية. بعد إطفاء هذا الحريق عاد الطلبة ليجتمعوا من جديد داخل الجامعة، وهم الآن يقومون داخل الجامعة ولا داخل المدينة الجامعية؟ المدينة الجامعية يا فندم، داخل أسوار المدينة الجامعية هم الآن يقومون بإلقاء الحجارة على الإعلام وعلى قوات الشرطة المتواجدة أمام الأسوار. فبعد أن كانت داخل المدينة الجامعية انسحب الجميع، سواء قوات أمن، سواء المطافي، سواء أجهزة الإعلام، الكل أصبح خارج الأسوار،
بعد أن تجمع الطلاب مرة أخرى، وهو الآن بينما أنا أتحدث إليك يقومون بإلقاء الحجارة والزجاج علينا من داخل أسوار المدينة الجامعية. رأيت منذ حوالي نصف ساعة عربة إسعاف مسرعة، تحدثت مع السائق قبل أن يذهب من مكانه، أخبرني وهذا على عهد عليه، قال أنه معه أول حالة وفاة. لم أتبين، لم أستطع أن أجمع معلومات أخرى عن حالات الوفاة. نفضل أن تعلن عنها وزارة الصحة من أي طرف ينتمي، ولكنه أخبرني كما يقولون بالحرف الواحد معي أول جثة. هذا ما حاتم يبدو أنه المشكلة في الاتصال عادت مرة أخرى. بعد قليل نعود مع حاتم، وأرجو الاتصال بوزارة الصحة للتأكد من وجود أي إصابات أو وفيات في الأحداث. لا أعرف الأعداد الطلاب الموجودين الذين يثيرون مثل هذا الشغف في مثل هذا الوقت. طب ناموا، طب ذكروا، طب عملوا أي حاجة في الدنيا، يعني إيه إشعال حرائق الآن؟ إيه الصدام الآن مع أجهزة الأمن؟ أنا مش قادر أفهم اللي بيفكر فيه طلاب الإخوان والإخوان عايزين إيه. طيب أستاذ طارق، فده ابتداء عايز اقول لحضرتك انه دائما الحاجة الى تشريع لابد وان يكون لها في الارض ما يتطلب وجود هذا التشريع، سواء كان تشريع بالمنح او تشريع بالمنع. يعني انا لو استحدثت عندي وقائع جديدة لم تكن مطروحة في قانون العقوبات، جرائم مستحدثة، الثورة الجديدة في التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتحتاج نصوص جديدة تتواكب مع ما وصلنا اليه. ف بتبقى حاجة المجتمع لتشريع لاستحداث أمر أو لوجود أمر، سواء هذا التشريع كان بالعقاب توقيع جزاء أو بتخفيف عقوبة أو بإجراء تصالح أو بانقضاء دعوة، يعني حاجة المجتمع. طب احنا النهاردة محتاجين ده ليه؟ الواقع زي ما تفضل الدكتور هاني وقال، النهاردة أنا عندي أمور كثيرة جدا. أنا عندي فسخ عقود بيع تمت لشركات سواء كانت ايام الخصخصه او ما شركات مساهمه او شركات توصية على كل الوصوف، فسخ لتلك العقود. 2 سحب لقرارات تخصيص. 3 تحريك دعاوى جنائيه ضد المستثمرين العرب والمصريين والاجانب. النهارده بقى عندي في مشكله من بعد، مش عايز اقول بعد 25 لكن هي من قبلها بسنه او بسنتين، بقى عندي فيه نوع من انواع الهجوم الشديد على كل من يستطيع ان تصفه انه عنده مشكلة. زادت بعد 25 يناير بشكل كبير جدا، زادت الان لدينا ارقام كبيرة لشركات تركت العمل، لشركات رافضة انها تدخل، لمستثمرين مش عايزين يشتغلوا في الوضع الاخر. الموظف اللي كان دوره وواجبه ان يعمل الى جلب هذه الاستثمارات مش عايز يشتغل. ليه؟ لانه تحريك الدعوه الجنائيه في هذا الامر ادى الى انه هو اللي موجود، هو اللي اتحبس، هو اللي في السجن. هذا الموظف سواء كان وزيرا او رئيس هيئه او رئيس مجلس اداره شركه اصبح في مناط التقسيم والتجريم بشكل مباشر عن عمل هو اداه يدخل في نطاق عمل هيئته. الامر ده كله ادى في الجانبين الى خوف شديد وهلع. اصبح الخوف لدينا الان متمثل في ان احنا عدنا بنخاف من الخوف. كل وزير النهاردة يجي يدخل يبص على الكرسي كده يلاقي الكرسي ده كان قبله مين، ده فين دلوقتي، ده في طرة، ده في المحكمة، المستثمر كمان في المقابل، الشركة دي كانت بتاعت مين، عمر افندي ده لما خدوا الراجل السعودي عملته فيه ايه، النيل اللي حليج الاقطان ودتوها فين، المش عارف، فهو كمان الفلوس بتاع الناس دي راحت فين. هذا المناخ في الاخر ادى الى امرين، صاحب سلطه القرار عزف على انه ياخد قرار، وفي وزير طلع وبقى فرحان بيتباهى انه بيقول ان انا قعدت الحمد لله الحمد لله 8 شهور في الوزاره ما مضيتش على قرار. هو سعيد لانه في الاخر وبعد 8 شهور دول خارج ضامن انه مش هيتحاسب، سواء كان القرار ده صح، سواء كان القرار ده خطا، سواء كان بحسن نيه او بغير حسن نيه، لكن هو في النهايه كان حريصا على ان يؤدي هذا التكليف لفتره 8 شهور دون ان يوقع. هو اي وزير بيقول لك انا قاعد يومين ما تدخلنيش في متاهات، انا مروح بعديهم فعايز اروح لعيالي. طيب
المنظومة دي في الآخر مش جلب الاستثمار واجب وطني زي مكافحة الفساد؟ ما هو واجب وطني، وده تعبير الدكتور زياد، هذا الواجب والواجب المقابل له لابد من عمل، لابد من إجراء. طب عشان أشتغل وأنا ما عنديش قوانين كفاية علشان تحمي أو تعاقب؟ المشكلة أن أنا عندي قوانين زيادة، مش ما عنديش. إحنا عندنا في مصر 63,000 تشريع، 63,000 تشريع. ده إيه، رقم إيه، كتير ولا قليل؟ ده رقم خزعبلي. ما أنا معلش ما أعرفش. ده رقم خزعبلي. يعني قول لي في بريطانيا أنا عايز أقول لك كم تشريع، في أمريكا عندهم قانون العقوبات بتاعنا صدر في ظل الدستور 23 اللي طلع بعد الدستور 34 وطلع بعد الدستور 54 وبعد الدستور 71 وبعد الدستور 2012 واتحولنا من ملكية إلى جمهورية اشتراكية رأسمالية، وقانون العقوبات زي ما هو، ما غيرناش في نصوص، ما زال في نص في المادة 116 المكرر بيتكلم عن الإضرار العمدي بالمال العام، ما زال دلوقتي الموظف العام في المادة 119 المكرر للدكتور هاني بتتحدث عن انه حلاق الصحة ده موظف عام في حكم الموظف العام، وانه البقال اللي بيبيع التموين في حكم الموظف، لو اردت انك تدخله تحت تصنيف الموظف العام يدخل تحت تصنيف الموظف العام لانه خاضع لإشراف الدولة في توزيع المواد التموينية. اللي جالي دلوقتي بيحطني تحت امام مخطط انا كمان سيء جدا، الان طلاب المدينة الجامعية بجامعة القاهرة بين السرايات قطعوا الطريق، يبدو ان الاخوان لديهم تعليمات في المدن الجامعية الان باحداث مشكلة في الليل واشعال فتنة، واضح ان اللي ماتوا ما كفوش امبارح، عايزين اعداد كتيرة تموت وتصدام اكتر مع الامن. انا اسف بس هو شيء مؤسف جدا. انا عايز انهي السؤال بتاع حضرتك في امرين. تفضل. لازم يبقى عندي مسؤول قادر على اتخاذ قرار، ولازم يبقى عندي جهاز رقابي قادر على حماية هذا المجتمع من الفساد. لازم اول اتنين. احنا عندنا اجهزة رقابية من اكتر الناس اللي لا يا فندم. الدول اللي عندها بيتقال ان احنا عندنا 38 جهاز رقابي. لا. احنا عندنا 3 اجهزة رقابية، لكن لا تتحدث عن الاجهزة الرقابية المتخصصة او النوعية، يعني بتاع مفتش التموين ده رقابي، او الرقابة الدوائية ما هي رقابة، او الرقابة في البنك المركزي ما هي رقابة، لكن دي مش اجهزة رقابية. الاجهزة الرقابية التي تحارب الفساد في مصر او تمنع هي الرقابة الادارية، الرقابة الادارية وبحث الاموال العامة والنيابة الادارية والجهاز المركزي للمحاسبات، مع انه ما بيحلش، لكن انا عندي جهازين هما اللي بيشتغلين على الارض، الرقابة الإدارية وبحث الأموال العام، هما دول اللي شغالين فعلا. نعم. لازم أقوي هذه الأجهزة، لأن هي اللي بتشتغل على الفساد، هي اللي بتشتغل على 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 الرشوة، هي اللي بتستطيع تاخد إذن. هما اللي جابوا كل الوزراء اللي حضرتك بتتكلم عنهم، وهما اللي حولوهم كل حاجة. لا أنا في فرق بين إنهم جابوهم بتشريع لا يصلح إنه يجي، لأن كل الوزراء اللي حضرتك شايفهم دول جايين بتشريعات لا يصح إنهم يتحكموا بيها، جايين ب 116 مكرر اللي اتلغت في كل، مش اتلغت، دي مش موجودة في تشريعات العالم. اللي هي بتقول إيه؟ اللي بتقول كل من أضر عمدا بالمال العام. نعم. كل من أضر عمدا بالمال العام يعاقب. هذه الجريمة قد يكون كلامها رخم، لكن أنا عايز أقولها لك ببساطة، الجريمة دي مش سرقة ومش اختلاس ومش رشوة ومش إتلاف ومش تكسير ومش حاجة خالص. الجريمة دي بتتكلم عن إن الموظف قام صلى الفجر وقال ان شاء الله الحمد لله نويت انزل النهارده اضر بالمال العام، بس مش عشان يسرقه ولا عشان ياخده ولا عشان يديه لاخوه، عشان يضره بس. هذه الجريمه من الجرائم الذي اذا ارتكبها الانسان، انا مش فاهمه كده، هو يعني مجنون. يعني هو انا هقولها لك، لا يعني انا عارف انها اذا كنت بادي حته ارض لسين من الناس وعارف انه لا يستحق هذه الارض وادتها له بسعر رخيص، في حين ان انا عارف انها يمكن ان تكون مفيده وتسوى اكثر من ذلك، هذا اضرار بمال عام. لا. واضرار عمدي، لانه يعرف بحكم منصبه قيمه هذه الارض. لا يا فندم، دي لها توصيف تاني في الـ في الـ دي تربيح الغير، لانه انا اديته ارض ب10. قانون العقوبات فيه نصوص لكل الجرائم، السرقه وما يقابلها في المال العام، وقت الاختلاس، كل الجرائم موصوفة ومنصوص عليها في قانون العقوبات. جريمة الإضرار عندي أنا هقولها لك في مثال عشان بس تبقى واضحة للي بيشوفونا دلوقتي، إذا كنا احنا متأخرين قوي، وأكيد في ناس كتير قوي ما بتشوفناش. لا، في ناس كتير شايفك، الناس مش نايمة. ما عايز أقول لحضرتك أنه جريمة الإضرار عندي دي كلمت عنها الدكتورة فوزية عبد الستار في مثالين لا ثالث لهم. المثال الأول أنه يطلع واحد يركب الأتوبيس فيمسك الموس ويقطع الكرسي ويطلع السفنج يرميه ما ياخدوش. بس المثال الثاني انه يبقى عندك
امين عهده عنده ثلاجه بتحفظ لحمه، فيتخانق مع المدير فيشيل الفيشه ويروح فاللحمه تفسد. بس دول النموذجين الوحيدين اللي ممكن تتحقق بيهم جريمه اضراب الملعب. هذا النموذج اصبح الان هو الفريم اللي دخل بيه كل الوزراء. طيب انا اخشى من ان الكلام في النهايه يروح وكاننا نبدو وندافع عن المسؤولين في اتخاذ القرارات. نحن امام ازمه حقيقيه، ربما تجارب طويله من الفساد خوفت الناس، الوزراء الموجودين، المسؤولين الموجودين، ربما نحتاج الى تشريع، ربما نحتاج الى شيء اخر. دكتور هاني عنده تصور، هستاذنكم اطلع فاصل، بس قبل الفاصل ابلغوني الان ان في بالفعل ضحيه زي ما قال مراسلنا من موقع الاحداث امام المدينه الجامعيه لجامعه الازهر، طالب الله يرحمه اذا كان الخبر دقيق. اليوم السابع نشر ايضا الخبر، عبد الغني محمد محمود طالب في سادسه طب، طالب في كليه الطب، مات بخرطوش. لمزيد من المعلومات والتدقيق سنتابع ونبلغ حضراتكم. هطلع فاصل، بعد الفاصل سأواصل مع ضيفي الاعزاء. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. قبل ان اواصل مع ضيفي الاعزائي الدكتور هاني سري الدين والاستاذ طارق عبد العزيز، عايز اقول لكم بس هذا الخبر. اكد مصدر امني مسؤول ان قوات الجيش تمكنت من القبض على 7 من انصار جماعه بيت المقدس في احدى القرى بجنوب رفح، واشار المصدر انهم اعترفوا في التحقيقات الاوليه بانهم وراء التخطيط لعمليه استهداف جنود الجيش التي وقعت صباح اليوم في الشيخ زويد بشمال سيناء، واسفرت عن استشهاد 11 جنديا واصابه 37 اخرين. واكد المصدر ان العمليه الارهابيه نفذها انتحاريان فجر نفسيهما في سياره كانت متوقفه على جانب الطريق. يا ريت تجيبوا لي المشهد الثاني يا جماعه، التمثيل اللي موجود، خط سير الحافلات العسكرية التي كانت تقل جنود من قوات الجيش في طريقهم لقضاء إجازة. أهو المشهد زي ما انتم شايفين، الاتوبيسات ماشية ومعاهم مدرعة، يعني في أمان. هنا دخلت عربية بتعدي وراحت راكنه ومفجره نفسها قصاد الاتوبيس بالظبط. دي الخبر بيقول ان كان فيها 2 انتحاريان كده. المعلومات اصبحت اكثر دقه مما يؤكد ان اللي تم القبض عليهم لهم علاقه بهذه القضيه، وده يبقى اول صيد عزيز غالي من انصار بيت المقدس. واللي نجحوا انهم ياخدوا منهم الاعترافات دي هيخلونا نفهم حاجات كتير قبل كده. ولعبة عربية جاية في الناحية التانية الاتجاه، وقدام المدرعة عدت، وقدام الاتوبيس راح اتعاملة مفجرين نفسهم، بيبقى ده بالريموت على طول يروحوا مفجرين العربية وهم فيه. طيب عودة مرة اخرى دكتور هاني، طيب احنا وصفنا المشكلة، هل القانون هو الحل؟ حضرتك معترض على فكرة القانون او مسماه، ولا ما انت شايف ان المسألة محتاجة قانون؟ لا، هي انت عندك يعني احنا وصفنا جزء كبير جدا من المشاكل، هي مرتبطة في الآخر بالذات في مجال الاقتصادي أو مجال الاستثمار بأنك أنت عجلة الاستثمار واقفة. هل برضو عشان نقولها، هل مكافحة الفساد متعارضة مع تشجيع الاستثمار؟ أكيد لا. هل اللي احنا بنقوله من مشاكل، هل معناه أن أنا بقول ما تحاسبش حد؟ هل معناه أن أنا بقول ما تقطعش رقبة المرتشي أو الفاسد؟ هل معنى كلامنا أن أنا بقول والله خلي الناس ترتع في الفساد؟ أكيد لا. كل بنقوله أنه يجب أن يكون هناك توازنا، لأن مكافحة الفساد لا تتعارض مع تشجيع الاستثمار. إحنا بسبب هذا المشاكل اللي إحنا اتكلمنا عن جزء منها، لا كافحنا الفساد ولا شجعنا الاستثمار. النتيجة أنه الاستثمارات في مصر قلت بقدر، طبعا مع عوامل أخرى، بشكل غير مسبوق. خلاص زي ما بديت حضرتك امثله، مفيش حاجه بتحصل بقى لها 3 سنين. صحيح. يضاف الى هذا انه الفساد في مصر ارتفع خلال العامين الاخيرين بشكل غير مسبوق طبقا لمؤشرات الاستثمار اللي موجوده. ليه؟ لان كل ما البيئه بتاعتك التشريعيه والبيئه الاداريه اصبحت صعبه وتعيسه، كل ما الثمن
أصبح هيزيد طبعا، وبالتالي لا أنت كافحت فساد ولا أنت شجعت استثمار. فبنقول طيب، عاوزين نرجع هذه المنظومة تاني، نظبطها تاني. نرجع إزاي؟ هترجع إزاي؟ عندك تعديلات تشريعية لازم تعملها، وعندك إجراءات إدارية وتنظيمية لازم تعملها. هذه هي المنظومة. واحد بنتكلم فيه، اتكلمنا على قانون العقوبات، مادة 115 116 إلى آخره. بقول إن الموظف العام أنا عاوز أضبط هذه المسؤولية الجنائية في إطار عادل. بقول يا جماعة ما ينفعش إن أنا أقول واحد ربح الغير دون أن أثبت أنه ترى أنه أخذ منفعة أو أثبت في حقه أنه في رشوة. وبالتالي بقول اضبط لي هذه المسؤولية الجنائية، ما حاسبش الموظف العام إلا إذا ثبت أنه حصل على منفعة لنفسه أو لغيره، سواء كانت هذه المنفعة مادية أو غير مادية. غير كده يبقى إنسان مجنون اللي بيعمل، مجرد أن أنا عندي اختلاف في تسعير الأراضي أو إلى آخره، ده بدخله في المسؤولية الإدارية. عشان كده بقول المسؤولية الجنائية يجب أن تكون أكثر انضباطا، ويجب ألا تكون هناك مسؤولية جنائية إلا إذا ثبت في حق الموظف العام أنه حصل على منفعة أو ارتبط مسلكه برشوة. ده اللي موجود في العالم كله. النصوص اللي موجودة عندنا المادة 115 116 أنا مش متخصص في الجنائي، أضيفت في سنة 75 فقط، مأخوذة عن تشريعات اليوغوسلافية التي تم إلغائها بعد ذلك، ولا يوجد نظير لهذه الأمور. فبقول له أضبط المسألة الجنائية، لا بقول لك اعفيه ولا بقول لك حط له سبب إباحة ولا أي حاجة خالص، أضبط لي هذه المسألة دي واحد. وانس خلاص، أنت كجهاز رقابي، كجهاز تحريات، كنيابة عامة، عليك أن تثبت أن الراجل ده أخذ رشوة أو حصل على منفعة. لكن ما تجيش تقول لي والله ده في قسط اتأخر عليه وما لغاش التعاقد، يبقى ده إضرار بالمال العام، ده يعاقب بالسجن المشدد. بقى مش هينفع، يبقى أنت بتلغي كل السلطة التقديرية. ما تجيش تقول لي اللوائح كان فيه المفروض السعر ده كان 3 دولار، لا 5، وهناك قرارات مجلس وزراء وهناك تشريعات وبتاع، تقول والله الراجل ده يحاسب على هذه المسؤولية. يبقى أنت اضبط لي المسؤولية الجنائية، ده رقم واحد. اتنين، في نفس الوقت أنت طلعت قانون بتاع تعارض المصالح، كويس. طلع لي قانون مكافحة، قانون محاسبة الوزراء على المسؤولية السياسية، مش كده؟ لو أنت عاوز تحاسبه سياسيا، وإذا ثبت أنه أخطأ وإن راجل أخل إخلال جسيم بمسؤولياته الإدارية والسياسية، امنعه من مباشرة هذا النشاط مرة أخرى، احرمه من وظيفته، عرضه للمسؤولية المدنية. ده إطار لازم يبقى فيه تشدد، بس في إطار المسؤولية الإدارية والمدنية، طالما أنه لم يثبت أنه رجل مرتشي أو رجل فاسد. ثلاثة، ده أنت عندك 11 حاجة لازم تعملها. ثلاثة، ممكن تيجي تقول لي والله أنه يا جماعة فيما يتعلق بإطار تسوية المنازعات، أنا لازم أحسم تسوية المنازعات، طالما أنه لم يثبت أننا بشأن جرائم مرتكبة أو فساد، لابد أن أنا أسوي ده في إطار المدني وفي الإطار الإداري، ما ينفعش أسوي. أربعة، أنت عمال تتكلم على الفساد وفساد الإجراءات وبتاع، عملت إيه بثلاث سنين اللي فاتت؟ نعم، صفر. وأنا بنضرب بعض الأمثلة، لما تيجي مثلا في اللائحة العقارية، لائحة في وزارة الإسكان، وتقول لي أنه لا يجوز تسويق أي وحدة عقارية قبل إقامة المشروع بالكامل، أنت بتضحك على مين؟ أنت بتضحك على مين؟ فده النهارده لو جت شركة وسوقت ده مخالف، البنك عارف إنك مخالف، وزارة الإسكان عارف إنك مخالف، المقاول عارف إنه مخالف، المطور العقاري، بنضحك على مين؟ طب ما تظبط هذه المسائل. نعم. لكن أنت هتسيب هذه الإجراءات، يبقى أي فأي دلوقتي أي حد يبلغ، يعمل بلاغ أو يقول إنه في مخالفة، الشركة سوقت رغم إنها نفذت 70% من المشروع أصبحت مخالفة، طب ما هيمول إزاي؟ وما بتكلم على استثمار عقاري إزاي؟ النهارده كان عندك أي حد تأخر في قسطين متتاليين، كانت اللوائح العقارية بتقول لك إن ده يعتبر لاجب تسحب الأرض، ده كان وقت ما كانت الأقساط 4 أقساط، يعني 50%، دلوقتي بقت 40 قسط. ما تغير لوائحك. الله، أنت عندك أزمة مالية، واحد نفس دفع لك 90% من الثمن أو نفس 80% من المشروع بسبب الأزمة المالية، في تعثر إلى آخره في قسطين لا يمثلوا أكثر من 5% من الثمن، تقول ده لازم ألغي؟ ولو ما لغيتش كموظف عام تتحاسب فتلغي المشروع، فتخش في متاهات وتعطل المشروع خلاص، ما حدش هيكمله. ما ده خطوه رابعه، لازم تنقح اللوائح بتاعتك الاداريه والتنظيميه من هذا الكلام العبثي. طب ما هو اللي هينقح واللي هياخد قرار محتاج حد يحمي ظهره، عشان كده قالوا نعمل قانون نقول انه يتحاسب لما يسرق، لما يفسد. يا سيدي انت عندك مسؤوليه جنائيه، اظبط خلاص،
ثبت انك انت اخدت رشوة تتقطع رقبتك، انتهينا. لوائح ادارية تبقى موجودة، اجهزة بتاعت تسوية المنازعات تشتغل، ما بتشتغلش. لجان فض المنازعات بتدي توصيات كل الجهات الادارية، لانه قاعد في لجنة فض المنازعات خايف لو وافق على التوصية من اللي طلع من المستشارين انه يقولوا له انت وافقت على التوصية، فبيعترض، فبتروح اللجنة الوزارية تعرض ملفات قد كده، اللجنة الوزارية ما بتلحقش تعمل حاجة، وبالتالي المسائل معلقة، يترفع عليك تحكيمات، انت عليك تعويضات مطلوبة منك باكتر من 34 مليار دولار قدام الاكس. 34 مليار دولار تكلم في ايه؟ احكام صدرت ولا قضايا مرفوعة؟ قضايا مرفوعة عليك. نعم. على الاقل فيها 70% تقعد مع الجهاز الاداري او رئيس الجهاز او الوزير يقول لك عندك حق، وانا دي ممكن تخلص ولا حاجه، وارجع اشغل الناس واشغل امتيازات البترول واشغل بتاع ها، يقول لك طب ما انا لو وافقت لك ارجع تاني قبل ما يطلع حكم تحكيم ضدي او يطلع حكم محكمه، هيقول لك انت سويت ليه؟ مين اللي هيقول لي؟ واحد سيادتك مش عاجبك حد، هتقدم بلاغ في النيابه، خلاص عيش حياتك، كله اتضرب، عيش حياتك بقى، الشخص كله راح، عيش حياتك. وبالتالي انت عندك منظومه تشريعيه واداريه كافح الفساد، بس اظبط المسؤوليه وطلع وظبط اللوائح الاقراريه. يعني في احد رؤساء الهيئات كنت بتكلم معاه قال ده دلوقتي عندنا التعديلات بتسمح لي بالتعاقد المباشر، لكن مش هتعاقد مباشره، انا اخاف لو جه حد يقول لي انت ليه اديته ده، لازم يعمل مره مزايده ومره مناقصه علشان يخرج من ومزايدات في ايه في هذا المجال؟ يعني انت بتبقى عندك ما بيجيلكش احيانا، يعني انت الدكتور هاني ثري الدين ترى انه لا ضروره لاصدار قانون خاص بالوزراء، ولكن انت عايز البنيه التشريعيه. انا عايز حاجه صغيره قوي في قانون العقوبات تشيل القوانين هذه العقوبات الباليه وتحاسب الناس بشكل بمسؤوليه جنائيه منضبطه، تضيف نص فقره واحده تقول انه في جرائم الخاصه بالاداره المال العام ان انا مش هحاسب الموظف العام الا اذا كان ذلك مقرونا برشوه او بمنفعه تثبت في حق ضده اخذ منفعه لنفسه ولا لغيره ماديه او غير ماديه فقط، دي خلصنا منها. اتنين، اللوائح العقارية بتاعتك وده في إدارك نظفها من كل الكلام البالي اللي فيه سلطة تقديرية وفيه غموض وإلى آخره عشان الناس تعرف تشتغل. تلاتة، لجان تسوية منازعات الاستثمار، لجان وزارية اديله الظهير السياسي والظهير القانوني وسوي هذه المنازعات واعلن بشفافية أنا ليه وإيه العائد اللي رجع لي، نخلص من هذه من هذا المجال. التداخل اللي حاصل مع الرقابه الاداريه، اعمل لجنه مصالحات عندي دلوقتي، ما انت عندك لكل المستثمرين اللي موجودين بس ما بتشتغلش بالشكل الكافي، ما بتشتغلش بالشكل الكافي. تعالى أربعة، انت النهارده التداخل اللي موجود من الاجهزه الرقابيه والاجهزه المحاسبيه، انت النهارده ده بعض الوزارات بقى عندك ناس موجودين عامل زي المرشد بتاع المخدرات جوه، انا مسؤول على الكلام اللي انا بقوله جوه الوزاره، يطلع لك الملف الفلاني والموظف ده عمل كذا فاصبح المناخ العام مناخ ما يشغلش حد. لو مش هنشتغل على هذه المسائل بجديه وبشكل محترم واحترافي لا هنكافح فساد ولا هنجيب استثمار. في الحقيقه بقينا بنكافح الاستثمار، يعني بقى الوضع الحالي دلوقتي بنشجع الفساد وبنكافح الاستثمار، هو دي الخريطه بتاعتها. وبالتالي لابد من الجديه في تناول هذه المساله، لابد على مستوى رئيس الوزراء ورئيس الجمهوريه واجيب الاجهزه رؤساء الاجهزه الرقابيه ونشوف كيف نعالج هذه المساله. التحرش الاعلامي اللي موجود والافتراضات، خلي التحرش الاعلامي طيب عشان هو مهم طالما فيها تحرش واعلام. معايا الدكتور محمد فتح الله المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه، اهلا وسهلا دكتور محمد. اهلا بيك فندم. اهلا بيك دكتور محمد. هل هناك وفيات في احداث المدينه الجامعيه لجامعه الازهر الان؟ اي فندم، هو في حاله وفاه وتم نقلها باحد السيارات الى مشفى حجه. تم نقلها الى فين يا فندم؟ مشرحة زينهم. مشرحة زينهم، هل هناك اصابات؟ لحد دلوقتي فندم ما فيش اي اصابات، في 5 عربيات اسعاف موجودين هناك، ما فيش اصابات، هي في حاله وفاه فعلا. طب سبب الوفاه ايه؟ لا لسه ما جاليش البيان بتاع النهايه السبب مباشر ولا الوقت اللي حصلت فيه الوفاه، يعني هل حصلت بعد ما توجهت قوات الشرطه ولا قبل؟ هي الاشتباكات يا فندم حصلت الساعه حوالي 12 مساء، يعني هي بالتاكيد بعد كده حوالي 12 وربع 12 ونص. هل هناك اي بلاغات عن اي اصابات او سيارات اسعاف توجهت الى بين السرايات الان؟ في 5 سيارات اسعاف توجهت يا فندم دلوقتي، لما فيش اي بلاغات عن اي اصابات او وفيات تانيه.
ربنا يسترها. بشكرك جدا دكتور محمد فتح الله المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة. الناس ما بقتش تنام عشان تدور او تلاحق على الكوارث والمصايب والخسائر والارواح التي تزهق بلا تمن. ماله التحرش الاعلام بقى؟ اللي انا عاوز اقوله انك انت خلقت في اصبح افتراضات انه اي عملية لها علاقة بالاستثمار او لها علاقة بالعملية انه في بيفترض فيها الفساد. وبالتالي احيان ايضا الجزء اللي اتكلم عليه المهندس هاني الاستاذ هاني محمود قبل الحلقه بتاعتنا في سوء التواصل الاعلامي. انت النهارده بتسيب لا بتدي بيانات عن المشكله الحقيقيه ولا بتدي بيانات عن حجم المنازعه ولا بتدي بيانات عن اسبابها. بيطلع لك في فجاه بيان حد يقول لك والله لا ده كان الوزير او المسؤول كان عليه ان ينهي التعاقد لانه خالف شروط التعاقد المستثمر، وانه لو كان انهى التعاقد كان تعاقد من جديد وكان جاب 4 مليار. فيبقى عندك العنوان الرئيسي ها انه حصل اهدار للمال العام ب 4 5 مليار. لا حد بيسال طب هو الحكومه نفذت التزاماتها التعاقديه؟ هل فعلا ال- 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 القيمه الحقيقيه هذه هي القيمه الحقيقيه للتعاقد؟ هل الراجل ده نفذ مشروعاته ولا ما نفذش مشروعاته؟ هل هناك اسباب للتاخر في تنفيذ المشروع؟ هذه المسائل كلها لابد ان يحصل. يعني بقول هنا لما بتكلم على التحرش الاعلامي اللي اقصده مش عيب على الاعلام بقدر ما هو عيب على الاجهزه الحكوميه انها لا تتواصل ولا تدي ما بتديش ولا قادره تستفيد منه بالشكل الكافي ولا بترد. يعني انت حتى لو انت النهارده تقول لا ده المشكله تنحصر في 1 2 3 4 فتحطها حتى في حجمها الحقيقي، واخد بالك ازاي؟ النهارده انت لما بتروح يعني استاذ طارق قعد اقدر مني على انه يتكلم في هذه، لما بتروح برضه في مثلا في لجنه الخبراء في وزاره العدل عشان في يقول لك التقييمات والخلافات والبتاع، اي حد بيعرف ان الموضوع راح خبراء وزاره العدل انك انت ماشي في سكه الادانه على طول، سكه الادانه كمان لانه خلاص ما انت يعني هذه المنظومه كلها لازم تبص. بس في حاجات سريعه لازم تعمل، افعل لجنه تسويه منازعات الاستثمار، انقح اللوائح من اللي موجود فيه، اعدل بعض النصوص الجنائيه بحيث اضبط المسؤوليه الجنائيه واجعلها اكثر وضوحا، التحكيمات الكثيره اللي موجوده دي ان انا اشتغل عليها عشان انفاذ العقود لان اصبحنا دوله سيئه السمعه ان انا ما بنفذش العقود وان المناخ. فانت لا يمكن هتشجع استثمار وتجيب استثمارات جديده واحنا عندنا الملتقى العربي الخليجي اللي جاي في 4 و5 ديسمبر وانت قاعد قدامك سعوديين واماراتيين وكويتيين والى اخره، معظمهم ملفاتهم قدام نيابه الاموال العامه لا زالت مفتوحه. يعني ما تقوليش بقى انا جاي لك بسبع مشروعات ومشروع في التعدين ومشروع في الطاقه البديله ومشروع مش عارف ايه وهو عارف انه لا زالت ملفات مفتوحه ويعلم جدا انه لم يرتكب اي مخالفات ولا اي اخطاء، وان لو ان هناك مسائل هي مسائل مرتبطه باختلافات في التعاقد لم بدل ما بحسمها في الاطار المدني والاداري بحسمها قدام الجنائي فاصبحت هي الدفع الحبس حتى اي مكان. فده كله لازم يتبص عليه ويتبص عليه بسرعه وبجديه وتبقى قضيه قوميه ووطنيه وبسرعه. انت بقالك 3 سنين شغال في حلقه مفرغه ففقدت المصداقيه. اذا استاذ طارق انا مش مشكلتي فقط في ان انا ادور على قانون محاسبه الوزراء، المساله اوسع من ذلك بكده. طبعا المساله مش مساله قانون محاسبه الوزراء. انا عايز اقول لحضرتك انا بسميها حسن النوايا يعني لا انا اولا من العيب ان طلع قانون اعفي بيه فئه من الناس انها تتحاسب وفئه اخرى انها ما تتحاسبش. يعني ما يصحش انه يبقى الوزير بس اللي مش هيتحاسب، ورئيس هيئه المجتمعات العمرانيه مثلا، رئيس الهيئات، رئيس مجلس الاستثمار، رئيس بنك، رئيس كل ده عايز يشتغل. خلينا نتكلم احنا عايزين نحمي الوظيفه العامه عندما يقوم الموظف العام باجراء يهدف به الى تطوير هذه المؤسسه. اصاب له اجران، اخطا، ما يروحش محكمه الجنايات. في هناك سلطه تاديبيه، في هناك قضاء تاديبي، في مسائل طالما بعيدا عن قانون العقوبات، طالما ما خدش رشوه زي ما تفضل الدكتور هاني بيو قال، طالما انه ما فيش فساد له ولا القرايبه حتى الدرجه الرابعه، استطيع ان انا لما دعم الاجهزه الرقابيه واديها استقلاليه فعلا بجد واديها اليات جيده انها تراقب لي الفساد ده وتطلعه لي، واقدر انا اعمل افي مين الكويس ومين اللي عنده مشكله. انا مش مشكله انه قانون محاسبه الوزراء، لا احنا عايزين نتكلم بجد. احنا عندنا مشكله بجد، عندنا مشكله في الامرين، عندنا مشكلة في الاستثمار وعندنا مشكلة في محاربة الفساد. أنا محتاج النهاردة
بلد مش المفروض نتكلم بصراحة يعني ولا طبعا. ولا لا ما فيش. انا عندي بلد بتغرق، انا عندي بلد عايشة دلوقتي على مين بابا جاب، بابا جاب فلوس بكرة ولا لا، حد راح السعودية جاب قرشين ولا لا، نعم. في الامارات بعتت يا جماعة ولا لسه، انا محتاج اشتغل. اي دولة هتساعدني مش هتكفي 3-4% من الموازنة، انا محتاج عندي استثمار، محتاجين نشتغل ولا انا عندي بلد الوحيدة في العالم اللي بترسل الشكاوى فيها على البار نيوز، في رقم كده مكتوب اللي عايز يبعت شكوى في خير رمضان 14-9-3 ساعات وبعدين من مجهول ويتحقق مع خير رمضان وبعدين يروح النيابة ويتعمل عليه تحريات وتشتغل. مين اللي بيتلقى رقم بلاغات كده لدى الأجهزة اللي بتتلقى هذه البلاغات على التلفزيون وبعدين وانت قاعد اكتب مسج، ابعت فاكس، ابعت مش عارف ايه، ابعت ايميل، يتتحقق هذه البلاغات. احنا عندنا اكتر من 24,000 بلاغ في الفترة اللي فاتت بيتحققوا كلهم من مجهول. مش عايز ناس خاف، عايز اقول لحضرتك على حاجة، بنسمع يعني مثلا سيد حازم الببلاوي وهو بره الوزارة كان بيقول كلام كويس قوي، بتقرا له حاجة زي الفل، كلهم زي الفل، دخل جوه هو خاق، هو معذور. ايوه انا مش بدافع عنه، هو معذور، هذا الرجل معذور. على فكرة مثلا زي قانون تفضل عليه الدكتور هاني بيه واتكلم في قانون تعرض المصالح، هذا القانون كان مطلوب، عارف مين اللي عمل القانون ده؟ دكتور محمود محي الدين من بدري، من بدري كان فاهم وشايف انه محتاجين لهذا الامر ان احنا نعمل هذا القانون. ليه؟ حتى استفيد من الناس الكويسين اللي عندهم مشروعات انا محتاجه في المكان ده، ناجح الراجل ده، ناجح في الحته دي، انا محتاجه بقى يبقى في السلطه العامه، انا محتاجه كموظف عام احمي احمي الوظيفه العامه واحمي استثماره واعمل توفيق ما يستفيدش هو من المكان اللي دخله او وحطه هذا القانون. انا عايز اقول في الاخر احنا محتاجين حل آجل وحل عاجل، الآجل نتركه للبرلمان لكن العاجل محتاجينه لان احنا على التنفس الصناعي، احنا تعبانين، مطلوب الناس دي عايزة تاكل، الناس اللي في الشارع واللي عمال، انا شفت في التقرير اللي حضرتك عامله في ناس بسطاء بتتكلم تقولك لا 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 احبس الوزير، ما هي مش فاهمة، ما هي غلبانة، هي بسيطة لكن هي مش عارفة انه الوزير ده اللي بيتحبس علشان خطأ إيه، الوزير الحرامي اقطع رقبته، الوزير الفاسد اقطع رقبته. بالعكس أنا بقرا إنه تغليظ العقوبة على الوزير الفاسد أهم بكثير من ذات الجرم لو ارتكبه مش وزير، لأنه الوزير ده قدوة، فإذا كان فاسدا خلي عقوبته مشددة، لكن إذا كان قاصدا لتنفيذ اللوائح والقوانين اللي أنيط بيه إنه يقوم بيها، حد في هيئة الاستثمار، حد في الرقابة المالية، حد في مصلحة الشركات، وزير الإسكان، يعني أنا بعذر المهندس إبراهيم محلب، أنا قلبي معاه وأنا وقلقان عليه لأنه يمكن الوزير الوحيد اللي شغال، لكن أنا متأكد إن لم يكن هناك حاجة تحمي الراجل ده وهو بيتحرك بهذا القدر من الباور. ده هو مش بيتحرك في وزارته بس، ده بيعدي على الوزراء التانيين ويقول لهم أنا مستعد أساعدكم، يعني أعملوا نموذج يجر بيه الآخرين، يا في نماذج تانية هتجر هو الورا. لابد من إن مش لازم يبقى قانون محافظة الوزراء، لكن أنا عندي المادة 63 في قانون العقوبات، نعم. اللي بتتكلم عن حسن النية، فعلا احنا مش بنبتدع، مادة 63 في قانون العقوبات تتكلم عن حسن النية لدى المسؤول إذا اتخذ القرار ولا يعاقب ويعفى من العقاب تحت بند باب، في باب كده اسمه الإعفاء من العقاب في المادة 63. لكن أنا محتاج المادتين التلاتة الاشتراكيين الشيوعيين اللي موجودين من سنة 75 اللي جابهم تيتو ورحل ويوغوسلافيا ما عدتش لغتهم، انا خدتهم مجاملة في بروتوكول مصر عملتها في يعني نوع من انواع انت عارف ايه، خلي الزراعة تعمل مع الزراعة والتموين يعمل مع التموين والعدل يعمل مع العدل، دخلوا لي مادتين مش عارفين نخلص منهم، المادتين دول مصيبة. ليه 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 انتوا كخبراء قانون ومع الحكومة الموجودة ليه ما بتناقشوش ان احنا تعالوا، ما ليه ما بتروحوش لوزاره العدل تقول لهم عايزين نراجع التشريعات دي وننقحها مره اخرى عشان البلد تمشي؟ انا شخصيا قدمت دراسه متكامله من اللي احنا بنلخص فيه ده في هذه المساله، ازاي ان احنا نعالج هذه المساله ب 11 حل مختلفين كلهم في رايي ممكن يخلصوا في اقل من شهر، 30 في اقل من شهر، لان انت النهارده التعديل التشريعي ده لا انت هتخش في حسن النوايا ولا في سوء النوايا ولا في الكبير ولا في الصغير، انت بتحسن وتظبط المسؤوليه الجنائيه بشكل عادل وحاسم وفعل. واحد،
اتنين بقول لك بتنقح اللوائح، بتكلف الوزارات المعنيه الوزارات الاقتصاديه على وجه التحديد، بترول، اسكان، زراعه، قول لي المشاكل اللي عندك في اللوائح، قدامك اسبوعين هعمل لجنه مع وزير الاستثمار مع الى اخره تطلعوا لنا هذه المسائل، زي ما انا ضربت لك مسالين ثلاثه في اللائحه العقاريه، فاشتغل عليهم. النهارده انت جزء من القصه، انت سيست القانون الجنائي لانه سياسيا انت اللي حصل انك انت ما طبقتش قانون مكافحه الفساد بتاع الوزراء، واخد بالك اللي هو المساءله السياسيه عن اخلال اداري او مخالفات او اخلال جسيم بواجبات المهنه، فكان لازم ترضي الراي العام لانك كنت كنيابه عامه تحت ضغط وكاجهزه رقابيه، ولو ما عملتش حاجه كنت هتتهم بانك انت بتحابي الفساد وبتتستر على رموز النظام اللي انت بتعتبره نظام، مش كده؟ وبالتالي الطريق قدم ودخلت في البلاغات العشوائيه والبتاع حتى لا تتهم بالمحاباه، فسيس في ده اسمه تسييس قانون جنائي، انك انت ما عندكش نظم تحاسبهم على فساد اداري ان كان هناك فساد اداري او الى اخره، فدخلت في القانون الجنائي والمواد الهلاميه اللي موجوده، فاصبح المناخ العام مناخ لابد انك انت، عشان كده بقول لك عدل ده، طلع قانون تعارض المصالح كويس، طلع قانون مكافحه الوزراء، وفي مشروع وكان قانون موجود من سنه اعتقد 59 ما دخلش حيز نفاذ، دخله حيز نفاذ واشتغل عليه. يعني المسائل الحلول موجوده. انا هتجنن في البلد دي اذا كان دائما عندي حلول وعندي ناس فاهمه والمسائل سهله ولن تضير احد وستصب في صالح الاستثمار وفي تشجيع المسؤولين والمستثمرين على العمل، ليه الناس ما بتقعدش تحل؟ ليه بنطلع من ثوره لثوره وبنرجع ورا؟ انا عاوز اقول لك على حاجه تانية، يعني مش على وزاره الاسكان المهندس ابراهيم محب، لكن جزء برضو كان من المشكله اللي حصلت انه الناس بدا عشان تشغل وتعجل، فبدا يبقى يحصل اسناد سريع جدا لشركات قطاع الاعمال العام او الشركات العام مش شركات القطاع الخاص، دخل عندك مشكله تانية، انك بتشغل القطاع العام وسايب القطاع الخاص، لانك انت الاسناد المباشر اسهل للقطاع العام وبتاخد هذه الاستثناءات من بضعف امكانياته، رغم ان القطاع الخاص بيشغل لك 85% من العماله في مصر، فالمنظومه الاقتصاديه ومنظومه العماله والتشغيل بتخرب تاني، مش معقول يا جماعه. طب هو في ايه بقى في الازهر يا شباب؟ في ايه يا عمرو في الازهر؟ دي اعداد الطلاب بيتجمعوا جوه، وفي ده ناس اعتقد دول اهالي اكتر اللي متجمعين بره البوابات، دول ناس عاديه واقفه قصاد ناس عاديه برضو اللي جوه، كله عادي، كله عادي، شيء غريب جدا يعني. دول مواطنين ودول طلاب وفي تسلق، انا مش عارف هتنتهي على ايه الليله دي. هنفضل متابعين مع حضراتكم من خلال نيوز بار، وربنا يعدي الليله على خير ويعديها في عند جامعه القاهره على خير، ويهدي الاخوان لما فيه الخير ويبطلوا، علشان مش هيوصلوا لحاجه، ومصر مش هتخرب حتى ولو ارادوا، حتى ولو سعوا، حتى ولو كان معاهم قطر، حتى ولو كان معاهم تركيا، حتى لو معاهم مين، مش هيقدروا. مصر بشعبها بناسها بتاريخها هتفضل بخير. مره اخرى انا بشكركم جدا، انا بشكرك دكتور هاني، استاذ طارق نورتوني، بشكركم. اذكركم ان مجلس اداره سي بي سي اعلن الحداد من اليوم، اعلاناتنا متوقفه، دراما برنامج المنوعات ستار اكاديمي هيتذاع يوم السبت، احنا الثلاث ايام في حداد رسمي، مشاركه للشعب المصري في احزانه، لشهدائنا اللي ماتوا النهارده في سيناء، لشهداء القطار، للرائي اللي مقدم محمد مبروك، لكل شهدائنا ولكل مصابينا، احنا نشارككم الاحزان غدا، علشان كده عندنا اوقات، هبتدي معاكم بكره بدل 10 الساعه 9 ان شاء الله في حلقه خاصه وممتده. مصر بخير طول ما انتم بخير، تصبحوا على خير.